طيب، صباح الخير جميعا. اليوم أول محاضرة عندنا في البايثون بالديتا ساينس. أحب أعرفكم بنفسي بالأول. أنا اسمي معتز خالد سعد، أستاذ مساعد في علوم الحاسوب في كلية تكنولوجيا المعلومات في الجامعة، وبشتغل في مجال تحليل البيانات لشركات، وكذلك بشتغل في مجال الـ Computational Linguistics أو الـ Natural Language Processing. في البداية حابب أعطيكم فكرة عن الكورس، إحنا إيش حناخد بالضبط. طبعاً هذا الكلام حتلاقوه في هاي المدونة، تمام؟ حاطط لكم هناك الـ Resources موجودة، المدونة عشان يبين الرابط معاكم. هذا هو على WordPress mksad. wordpress.com. طيب، في بتلاقوا هذا الارتيكل اللي هو Data Science أو Data Analysis with Python، وفي رح نحكي عن الأوتلاين بشكل عام. هنحكي في البداية عن مقدمة عن Data Science، نتعرف على مفاهيم، نتفق فيما بيناتنا عن مصطلحات ومفاهيم، تمام؟ بالإضافة لذلك إنه راح ندخل في البايثون. طبعاً الدخول في البايثون هنا إنه راح أركز على بعض الشغلات، أو في البداية خليني أحكي في البداية إنه هنشوف كيف تعمل إنه سويتش من لغة برمجة إنه أنت بتمارسها حالياً، سواء كانت C++، جافا، PHP، كيف تعمل سويتش على البايثون بشكل سريع، تمام؟ بالإضافة حركز على بعض الشغلات اللي حتلزمنا في الديتا ساينس، إنه أنا حتوزع فيها بشكل أكتر، تمام؟ بعد هيك هناخذ مقدمة للماشين ليرنينج، تمام؟ هنتعرف شو هو مفهوم الماشين ليرنينج، وحنشوف كيف إنه ممكن نستخدم البيانات مع الماشين ليرنينج بحيث انه احنا نعمل بريدكتيف مودلز. بعديها حندخل على الداتا فيجواليزيشن، كيف اعمل فيجواليزيشن للبيانات، وبعديها حنرجع للانترميديت ماشين ليرنينج. هاي الشغلات انه الداتا فيجواليزيشن فعليا انه بتفيدني بشكل كبير انه انا استكشف المودلز، تمام؟ بعديها رح نرجع للماشين ليرنينج بعد ما نشوف كنا الداتا فيجواليزيشن. بعديها حنرجع مرة ثانية للداتا فيجواليزيشن بس مع الباندا. هنا راح نستخدم سيبورد، تمام؟ وهنا راح نستخدم الباندا. فبالتالي حناخد وقت لا بأس فيه في الماشين ليرنينج والداتا فيجواليزيشن، حنمشي ستيب باي ستيب. وبعد هيك حندخل على الديب ليرنينج، هو عبارة عن فرع من الماشين ليرنينج، تمام؟ هندخل فيه بشكل موسع، هناخد أكتر من سيشن، وبعد هيك هندخل على نظام مشاريع وتشالنجز وبروجيكتس بحيث إنه أنتوا فعلياً إنه أنتوا تحلوها. طبعاً هذه مشاريع حقيقية، تمام؟ طيب، خلينا في البداية إنه إحنا نتفق على مجموعة من المصطلحات المتداخلة مع بعض واللي ممكن يكون فيها misconception. هاي المصطلحات ممكن تكون لها علاقة ب AI, Big Data, Machine Learning, Data Analysis, Data Science. Data mining. هدول كلها مصطلحات، تمام؟ بيصير فيها misconception بشكل كبير، بدنا نتعرف على الفرق بيناتها. طيب، في البداية أنا هدخلكم هنا على مدونة تحت اسمها Machine Learning for Everybody، وهذا المصطلح أنا بحبه جدا
لأنه في حاعطيكم كتاب برضو بايثون فور everybody، بايثون للجميع، وماشين ليرنينج فور everybody، ماشين ليرنينج للجميع، لأنه بيشرح الموضوع بطريقة مبسطة. ماشين ليرنينج فور everyone. لو شفنا صورة كبيرة بتوضح العلاقة بين هاي الشغلات. طبعا أنا في عندي الداتا، الداتا بستخرج حاجة منها اسمها features، خصائص، تمام؟ والعلم هذا بيكون متداخل، يعني إنه أنت تشتغل على البيانات وتطلع منها feature إنه data science، علوم البيانات، إنه فعلياً إنه البيانات كلها اللي أنت بتستخدمها أو بتستلمها من الزبون اللي أنت حتشتغل معاه أو حتشتغل عنده هي عبارة عن raw data، فبدك تعمل extract لمجموعة من الفيتشرز بحيث إنه أنت تدخلها على الماشين ليرنينج. فهذا العلم اسمه data science. طبعاً بطبيعة الحال data science بيستخدم الماشين ليرنينج. الماشين ليرنينج، تمام؟ في تقاطع بينه وبين الداتا مايننج والكلاسيكال بروجرامينج، والماشين ليرنينج في حد ذاتها هي مبنية على الجوريثمز. الفكرة الأساسية تبعتها إنه أنا بدي الجوريثم فعلا أخلي الماشين تتعلم لوحدها، أخلي الماشين إنه تتعلم من خلال هذا الالجوريثم. فالالجوريثم هنا بيكون عبارة عن سوليد ساينس، يعني علوم، يعني خوارزميات بيور، تمام؟ لكن علوم البيانات انه انت تشتغل على حاجه اسمها بزنس بروبلم. فبالتالي هنا انا عندي الداتا ساينس انه بدي اضيف عليها انه انت بدك تشتغل على بزنس بروبلم. ايش يعني بزنس بروبلم؟ انه بيجي لك زبون، على سبيل المثال في عندنا، عندي شركه وفي عندي زباين، والزباين بيعملوا ريفيو على المتجر تبعي، تمام؟ بدي اعمل تحليل كيف ممكن استفيد من هذه البيانات، فهذه عباره عن بزنس بروبلم. فبدي اشوف كيف ممكن انه استغل هاي البيانات وانه احلل له مشاكل في البزنس عنده، اعمل امبروفمنت. فهذا مفهوم الداتا ساينس. لكن لو انا بدي اشتغل في مفهوم الماشين ليرنينج بيور او داتا مايننج بيور، معنى ذلك انه انا بدي اشتغل على انه كساينس، لكن هنا معنى ذلك انه انا بدي اوظفها بالبزنس. بدك توظفها بالبزنس بده يكون في عندك سكيلز ومهارات إضافية، مش كساينتست، مش كعالم أو كباحث، لا، بده يكون في عندك مهارات إضافية إنه أنت تقدر تتصل مع الزبون وتقدر تعرف إيش هي المشكلة. بالإضافة لذلك في شغلة مهمة، إنه بده يكون في عندك معرفة بالدومين نوليدج. الدومين نوليدج هنا شغلة مهمة جدا، انه انت تتعرف على الدومين اللي انت بتشتغل عليه، سواء كان انت بدك تشتغل مثلا على تحليل بيانات للعقارات، بده يكون في عندك معرفة بالدومين هذا. بدك تشتغل على الهيلث كير او الرعاية الصحية، بده يكون في عندك معرفة بطبيعة البيزنس اللي موجود في الرعاية الصحية وهكذا، تمام؟ طب لو شفنا علاقة هاي الشغلات كلها مع بعض، هل في لها علاقة مع بعض؟ طبعا بطبيعة الحال. أنا عندي الـ AI هو عبارة عن فرع من فروع علوم الحاسوب Computer Science. يعني لو رسمنا سيركل أكبر راح تكون هي عبارة عن Computer Science، علوم الحاسوب. فالـ AI الـ Artificial Intelligence هو عبارة عن Subfield من Computer Science. من الارتفيشال انتليجنس فينا عندي سب توبيك او سب فيلد اسمه ماشين ليرنينج. في الماشين ليرنينج فينا عندي شغلات كثيره، من ضمنها سب فيلد اسمه نيورال نتوركس. ومن النيورال نتوركس انا في عندي كلاسيكال نيورال نتوركس، نيورال نتوركس تقليديه، تمام؟ وفي انا عندي ديب نتورك بتشتغل على مفهوم الديب ليرنينج. فبالتالي انه هنا عباره عن سب توبيك من النيورال Networks. خلينا نشوف تعريف الـ AI، Artificial Intelligence. خلينا من الـ Artificial، لو طلبت
منك تعرف لي شو يعني intelligence. شو يعني intelligence؟ ذكاء. أنا ما طلبتش ترجمة intelligence. تفضل. الذكاء هو أنك تستقرأ معلومة معينة تستفيد منه وتطلع منه شيء. فهي زميلكم بيحكي استقراء. لما أحكي الشخص هذا ذكي شو بيعني هذا الكلام؟ يعني بفهم، في عنده القدرة على الفهم، القدرة على القدرة على اتخاذ قرار. شو كمان؟ يعني حكينا انه بفهم، اتخاذ قرار، بحل البيانات، بحل البيانات، بيعمل ايش؟ مش دائما يعني. دائما بعمل الصح. شو يعني intelligence؟ ذكاء. هاي دخلنا في مفهوم جديد problem solving. فبالتالي احنا حكينا انه استقراء، انه بفهم، شو كمان حكيتهم؟ بحل مشاكل. في شغلة مهمة كمان، القدرة على التعلم. تمام، لازم يكون في عنده القدرة على التعلم. فبالتالي نحكي انه الانسان ذكي، فبالتالي هنا ممكن انه احنا نحكي انه ability باختصار شديد جدا وببساطة جديدة جدا، ability to learn and to solve problems. طبعا هنا بدي أضيف عليها think and learn. تمام، to solve problems. بدي يكون في عنده القدرة على التفكير، اللي هو اللي انتو حكيتوه، الفهم والتحليل والشغلات هذه كلها. تمام، مش يفكر بس، لا، بده يتعلم من الشغلات اللي موجودة فيها. هذا الكلام كله ليش؟ طبعا عشان يحل مشاكل موجودة حواليه في البيئة، سواء كان المشاكل هذه انه متعلقة مثلا بالنقل، سواء كان انه هو بده يعمل اكل بالنسبة له، كيف بده يعمل سيرفايف بالطبيعة، كيف بده انه يستمر او ينجو. فبالتالي انه هذا هو مفهوم الـ AI. تمام، فبالتالي بده يكون في عندي هنا بدي أصمم software يكون عنده القدرة إنه هو يفكر ويتعلم عشان إنه يحل مشاكل. بنضيف للتفكير هذا شغلة مهمة كذلك، إنه ability to memorize. لازم يكون في عنده ذاكرة، لازم يكون في عنده ذاكرة. عشان هيك بده يكون في عندنا مثلا في الاي اي او في الماشين ليرنينج، في عندي الجوريثم بتحاول تحاكي قدره الانسان في التعلم، وفي عندي موديلز ثانيه بتحاول انه هي تحاكي قدره الانسان في الذاكره. والذاكره انا في عندي الذاكره قصيره الاجل وذاكره طويله الاجل. ذاكره قصيره الاجل على سبيل المثال انه انا باجي بدي اتصل بشخص معين، بروح بطلع دفتر التليفونات، باجي الرقم كذا 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 كذا، بسكر الدفتر، برفع سماعة التليفون، بتصل، بعدها الرقم بتبخر، خلاص. هذه ذاكرة قصيرة الأجل، بتحفظه يعني يا دوبك أقل من دقيقة عشان إنه أنت تجري المكالمة هذه وخلاص. وفي ذاكرة طويلة الأجل إنه أنا بدي أحفظها، أحفظ المعلومات هذه لفترة طويلة جدا. تمام؟ طيب كيف وضع الـ AI عندنا حاليا؟ كيف وضعه؟ تمام؟ في عندكم هنا في السايت، في راح تلاقوا في فيديو هنا تحت من الـ MIT
2019 بيحكي عن state of the art لل AI. ايش يعني state of the art؟ ايش يعني؟ احدث ما توصل اليه العلم. of content مين هذا اللي بيلعب على الشمال؟ ميسي؟ كيف عرفته؟ من شعراته؟ تمام؟ وفي انا عندي هنا على اليمين روبوت بيحاول انه هو بده يلعب كرة قدم. بدوش يقلد ميسي، بده يحاول انه هو يلعب كرة قدم. فعليا انت لو اطلعت على ميسي وهو بيلعب هو فعليا كأنه بقول لك انه الفوتبول is very easy. في كرسي عندك هناك؟ هاتي كرسي من برا. فالفوتبول is very easy، يعني حاجة سهلة جدا بالنسبة لإله، بتخطى من المدافع هذا هيك وهذا هيك وهذا هيك وبحط الكرة في الجول، حاجة سهلة خالص. تمام؟ فاطلع، بدي اياك تركز حاليا، شو كيف بيطلع من المدافعين؟ هاي الكرة في الجول، بحاول انه هاي اعادة للقطة، شايف كم مدافع طلع؟ طيب، انت كنت تركز على الجهة الشمال على ميسي، بدي اياك تركز على الروبوت حاليا. شوف الروبوت حاليا أيوة من البداية. ركز على الروبوت. أيوة بحاول بده يسنتر، بده يسدد الكرة، بتطلع على المرمى، شوف كيف بيرفع راسه بتطلع على المرمى. وهيو بده يسدد وفي الآخر تطلع برا بدون مدافعين. تمام؟ فبدك تشوف انه في الروبوت هذا انه انت في عندك اكثر من شغله، في عندك كمبيوتر فيجن. ايش هو الكمبيوتر فيجن؟ انه بده يكون في عندك القدره انه انت تتعرف على البيئه اللي موجوده حواليك، انه يكون في عندك رؤيه باستخدام نظام الحاسوب للبيئه اللي موجوده حواليك، انه انت في عندك مدافع جاي، في عندك اوبجكت بدك تحاول انه انت تتجنبه، ومش انه انت بدك تتجنبه بس، لا بده يكون في عندك مهاره انه انت بدك تضيعه يعني. وبدك تحدد مكان المرمى وين، وبده يكون في عندك تراجكتوري انه تقدر تحدد انه مسار الكوره لما تضربها بقوه معينه بزاويه معينه انه وين هي حتكون. فبالتالي انا عندي بقدر اقول انه سب سيستمز مالتيبل سب سيستمز مع بعض انه بتشتغل، هذا احدث ما توصل اليه العلم. بدك تعرف قاعده مهمه انه في الاي اي لما يكون في عندنا انه مالتيبل دومينز صعب، لسه الامور صعبه لسه شويه، ولكن لما يكون في عندنا دومين واحد لا، الماشين بتتفوق على الانسان. الماشين تتفوق على الانسان، واول مره تفوقت عليه متى؟ في 1986 كاسباروف. مين كاسباروف؟ مين هو بطل العالم في الشطرنج؟
كان بطل العالم في الشطرنج. تمام؟ في 86 اجت شركة IBM، وفعلا كان الـ AI في هذا الوقت يعني في ذلك الوقت انه هو عبارة عن تحدي. وفي 86 IBM عملت جهاز حاسوب. طبعا IBM تشتغل في السوفت وير وفي الهارد وير، والدخل تبعها من السوفت وير ان هي بتشتغل على نظام الانتربرايز سيستمز. انت هذه السوفت وير بتشوفهاش لانه انت انديفيدوال يعني كاستمر عادي، تمام؟ فبالتالي IBM تشتغل على انتربرايزز، سوفت وير في الانتربرايز، فصممت سوفت وير بيقدر انه هو يلعب شطرنج. طبعا طريقه لعب الشطرنج انه انت بدك تصمم الجوريثم ساينس، تمام؟ مش احتمالات بس، بدك تعطي له هيورستيك معينة أو آلية معينة إنه يحسب إنه المسار هذا مش بس لمرحلة واحدة، لعدة مراحل لقدام. الإنسان ممكن إنه هو يشوف إنه كذا ستيب لقدام في الشطرنج، إنه كاحتمالات إنه بيكون وضعي أحسن من وضع الخصم. لكن في الكمبيوتر بما إنه عنده ذاكرة وبما إنه بيقدر يعمل الحسابات بشكل سريع جدا، بيقدر انه هو يتعامل مع عدة مستويات ديب، فبالتالي الماشين بتتفوق على الانسان في هذا الموضوع لو انت عملت الالجوريثم بشكل صحيح. هذه لسه الشطرنج يعني شغلة بسيطة جدا. صحيح، وهو التوتر برضو دخل عامل عنده في الموضوع. يعني هو التوتر يعني حاسس انه هو في حدا انه بيقدر يقرا افكاره او انه يعني توتر جدا يعني على كذا مرحله، انه يعني كل مره IBM تتحدى كل مره بيهزمهم لغايه لما اخر مره يعني هو دخل في موضوع توتر وما كانش عنده القدره على التفكير. حاليا في لعبه ثانيه أعقد بكتير من الشطرنج، تمام؟ تعلمها أصلاً صعب ولعبها أصلاً صعب، والماشين برضو تفوقت على الإنسان في هذا الموضوع. اسم اللعبة ألفا جو. فالفكرة في الموضوع هنا بدك تركز على شغلة معينة، إنه لما يكون في عندك روبوت، ما هو البرنامج اللي بيغلب الإنسان في الشطرنج هو عبارة عن روبوت، تمام؟ هذا الروبوت لما بيكون بيشتغل في سبيسيفيك دومين بتفوق على الإنسان. إذا أنت بدك تدخل مالتيبل دومينز بيصير لا، الموضوع صعب، لسه الأمور مش بهذا التقدم في المالتيبل دومينز، تمام؟ فبالتالي ممكن يكون في عندك روبوت ممكن تستخدم فيه الكمبيوتر فيجن انه تخليه يكنس الغرفه هاي كلها، وهذا الاشي موجود فعليا، انه بشوف وقت انه ما فيش حدا في البيت، تمام؟ وانه بشوف انه الارض فعلا انه هي محتاجه انه هي تتكنس، فبروح بعمل له لفه بكنس وبروح برجع مكانه، يعني كل الامور تمام. طيب في بعض النقاط انه بتحاول انه توضح انه ليش الـ AI او الماشين ليرنينج انه صعب جدا، خاصة في الفيديو هذا لما ورجيتكم اياه، انه في بعض الشغلات انه بتكون انه كتير بتشبه بعض، حتى على الانسان نفسه صعب انه هو يتعرف عليها، مش عارف اذا انا كنت موفق انه انا الاقي لكم الصورة بشكل سريع. يعني كان في رسمات كوكيز و اوكي، ممكن نرجع لهذا الفيديو. هنا في هاي الرسمة لو طلعت عليها، هذا وجه كلب، صح؟ في بعض الكوكيز بيكون شكلها زي هيك وبيكون في عليها بعض الحبات
فبالتالي انه حتى الانسان نفسه لو انت طلعت عليها من بعيد هيك انه بيكون صعب جدا انه انت تتعرف عليها. طيب في فيديو تاني هنا هتلاقيه خليك انه انت تتفرج عليه في البيت وتيجي المرة الجاية تحكي لي ايش اللي انت فهمته من هذا الفيديو. طبعا في عندك روبوت اسمه بلينكي، تمام، برضو بيحاول انه هو يفهمك ليش الاي اي شغلة صعبة، تمام، بس لما تيجي تتفرج عليه تتفرجش عليه في الليل، تتفرج عليه في النهار لانه في شوية رعب في الموضوع، تمام. طيب بديش احرق لكم الفيلم يعني، بس انه يبقى هنا فهمنا الاي اي، فهمنا الاي اي. يبقى الاي اي في شغلات كثيره، يعني على سبيل المثال لما اجي بدي احكي انه لو ما يجوتوش متفرجين على الفيديو المره الجايه بدي اخلص عليكم، شو بتفهم من كلامي؟ هل فعلا ليترالي او حرفيا انا هخلص عليكم المره الجايه؟ لكن لو انت دخلت في الموضوع هنا انه في الاي اي بده يشتغل على موضوع الناتشورال لانجويج بروسيسنج، وانت قلت للروبوت لو ما عملتش كذا بدي اخلص عليك او كذا وكذا، كيف ممكن انه هو يفسر انه انت قصدك هيك او قصدك هيك؟ يعني هاي الامور صعبه، هاي الامور صعبه. طيب خلينا نشوف الماشين ليرنينج هنا اول. هنا في الماشين ليرنينج زي ما حكينا انه الابيليتي تو ثينك، زي ما شفنا انه احنا نعمل الاستراتيجي جيم او الالجوريثمز اللي بتقدر تشتغل على نظام هيوريستيك زي لعبه الشطرنج، اي استراتيجي جيم انه تقدر انه هي تحاكي ذكاء الانسان. القدره على التعلم هنا موجوده في الماشين ليرنينج. يبقى هنا القدره على التعلم حنحكي عنه في التفصيل لانه احنا حنحكي على انترودكشن للماشين ليرنينج، حنشوف ايش هو الماشين ليرنينج، بس الفكره في الماشين ليرنينج انه فعليا انه اخلي الماشين انه هي تتعلم. كيف طبعا بدها تتعلم؟ تتعلم انه learn from data. لا احنا ما بنقدرش نعطيها تجارب انه هي تجرب، كيف بدها تعرف انه هذه التجربه كويسه او لا؟ لا بدنا نعطيها بيانات بالضبط، ومن البيانات هذه بدها تقدر انه هي تتعلم. فبالتالي هذا التعريف مبسط جدا للماشين ليرنينج في المرحله الحاليه، حنرجع له بشكل مفصل فيما بعد. هنا مصطلح الداتا مايننج انه هو فعليا يوز ماشين ليرنينج اند ستاتستكس، وفيلدز ثانيه كتير تو فايند هيدن نوليدج. هاي الشغله مهمه جدا، هيدن نوليدج، هذا هو مفهوم الداتا مايننج. مفهوم الماشين ليرنينج انه انا اخلي الماشين تتعلم، انه خليها تتعلم من البيانات. لكن الداتا مايننج هو بيستخدم شغلات كثيره من ضمنها الماشين ليرنينج بحيث انه يوجد الهيدن نوليدج. ايش يعني الهيدن نوليدج؟ انه انا في عندي بيانات كثيره بس فيها لو هذه النوليدج اللي انت بدك تستخرجها كنت عارفها من الاول بصيرش اسمه داتا مايننج. مفهوم المايننج انه انت بدك تنقب، يعني زي كانه بدك تدور على بترول او بدك تدور على ذهب، شغله كثير قيمه. فبالتالي عندك بيانات ممكن يطلعش معك ولا شيء، ممكن يطلع معك نوليدج والنوليدج هذه هيدن انت ما كنتش عارفها من البدايه، تمام. فبالتالي هاي النوليدج انه انت ممكن تستفيد منها في البزنس بغض النظر عن الطريقه. نعم
طيب مفهوم البيج داتا كله في البيانات هذا كله، لازم تعرف الفرق بين هاي الشغلات كلهم عشان انه لما انت تيجي تحكي او بدك تيجي تشتغل انه انت تعرف وين موجود بالضبط. لغاية الان الامور واضحة تمام؟ تمام؟ عارفين الفرق بيناتهم؟ طيب مفهوم البيج داتا، ايش البيج داتا؟ حتيجي تقول لي البيانات الكبيرة. ايش البيانات الكبيرة؟ قديش كبيرة؟ كيلو يعني؟ قديش كبيرة؟ كبيرة لدرجة إن أنت تقدرش تشتغل عليها ستراكشر، تقدر تعمل عليها كويريز بيستخدم الستراكشر. إيش رأيك إنه في داتا بيزز بتشتغل على داتا سنترز بالتيرا بايتس؟ نو بروبلم يعني. وحتى لو كانت زيتا بايتس، وفي عندك في الداتا بيز مانجمنت سيستم في عندك نظام ديستريبيوتد داتا، فبالتالي انه الكويري تبعك ما بياخذش منك وقت كبير، فبالتالي بتقدر تجيب البيانات تبعتك. ايش المشكله؟ طيب ما دام انا عندي الداتا بيز مانجمنت سيستم قايمه في الموضوع، ليش انه احنا طلعنا مصطلح البيج داتا؟ استخراج معلومات، هذا اسمه الداتا مايننج. هي بس عشان كبيرة انه سميناها بيج هيك بس؟ الاماكن اللي باخد منها الداتا كبيرة distributed. طيب غير انه هي من كيف؟ لا بدك تشتغل على transactional data ما بينفعش. دائما الداتا اللي انت بدك تشتغل عليها لو كانت ترانزاكشنال مشكله، لانه ترانزاكشنال يعني متغيره، لازم تكون البيانات ثابته، انه مثلا بيانات لعشر سنين لورا تمام، فبالتالي انه انت ممكن تطلع منها نولج، لكن اذا كانت ترانزاكشنال متغيره لا ما ينفعش. في كرسي موجود؟ ماشي. مش مرتبه؟ لازم اقسمها عشان اطبق عليها الاي اي. بدنا نعرف ايش هي اصلا اول قبل ما احنا نقسمها ونعملها. ايش هي البيج داتا؟ انت اللي حكيت انه بيانات متعدده، انه انت جربت، شو كمان؟ مين يحكي لي؟ هي بيانات حجم كبير متنوعة مختلفة، مصادرها غالبا من اي تيز، ممكن احنا نتعامل معها بطرق مختلفة، لكن هي داتا. هي في النهاية عبارة عن بيانات ببساطة شديدة جدا جدا. البيانات هذه فيها حاجة اسمها تري فيز. شو؟ شو علاقة شجرة القرارات بالتري فيز؟ فيز فيز في. شايفة على شايفة ال LCD أنت؟ لا مش فيديو. فوليوم. حجم. حجمها فيها ثلاث خصائص، إنه حجمها كبير جدا. تمام. والفيلوسيتي تسارع انتاج هاي البيانات. تمام. والفارياتي ثلاثة فيز. نيجي للفوليوم. طيب ليش انت محتاج تدخل هذا الكورس الداتا ساينس؟ فعليا انت عندك اصغر شركة حاليا، حتى لو كانت ستارت اب، شركة ناشئة بتولد بيانات كتيرة وبدها تستفيد من البيانات هذه، فبالتالي هنا زاد الطلب على الداتا ساينس، انه انت عندك كل شركة في عندها بيانات كتيرة، والبيانات هذه محتاجة حدا انه يحلل هاي البيانات.
فبالتالي هنا كل شركة فعليا تحتاج لديتا ساينتست أو أكثر. طبعا الفوليوم هنا انه كميات البيانات انه وهذا بسبب انه انت فعليا انت بتسجل كل حاجه، كل ترانزاكشن. لو انت عندك متجر كل الترانزاكشنز اللي في المتجر، مش بس انه البيع والشراء والاوردرز والكلام هذا، لا، كل كليكايه بتصير انت عندك على 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 السايت تبعك او على المتجر انت بتسجلها، وين عمل كليك، وين عمل هايلايت. انت عندك في التقنيات الويب انه انا لو كنت فاتح صفحه معينه زي هيك، تمام، ورحت حددت نص زي هيك. انا عاده لما باجي بقرا بسوي زي هيك، ان انا بحدد نص بروح بتسجل انه النص هذا تحدد، قديش انت قضيت في السكشن هذا في الباراجراف هاي، شو الاكتيفيتي تبعتك في السايت. هذه كلها عباره عن بيانات بتم تسجيلها، والتقنيه هذه انه موجوده، يعني سهل انه اي سايت او اي متجر انه هو يسوي شغلة مثل هيك. يعني هذا بس متجر. عدا عن ذلك راح يتولى يعني عشان هيك انت بتولد عندك بيانات كتيرة او حجمها كتير كبير جدا. دخل على الموضوع عندك موضوع الانترنت اوف ثينجز، انترنت الاشياء، انه انت عندك كل شغلة فيها عبارة عن كومبيوتينج يونت، تمام، وممكن يكون فيها AI برضو ومتصلة بالإنترنت وبتعمل generation لداتا. فهاي البيانات حجمها كتير جدا. أما بالنسبة للvelocity، السرعة أو التسارع، التسارع هذا يعني تسارع بشكل طردي. معنى ذلك إنه إحنا حاليا خلال سنة معينة صار في توليد لحجم معين من البيانات، السنة الجاية مش بيكون الضعف او ثلاث اضعاف، لا، بيكون انت عندك الارتفاع بشكل اكسبوننشال، متسارع بشكل كبير، متسارع بشكل كبير. فبالتالي هنا سرعه توليد البيانات عدا عن حجمها بده يكون في عندك اليه معينه تقدر تتعامل معها اللي هي البيج داتا، بالاضافه للفاريتي، التنوع. هاي البيانات جايه من مصادر متنوعه. انا عندي في الشركه في عندي الويكي، عارفين الويكي؟ ايش الويكي؟ هو عبارة عن يعني زي نولج بيس، بيكون يا اما للموظفين يا اما للكاستمرز، بيستخدموها انه بتحط فيها الدوكيومنتيشن بطريقة معينة، اي حدا ممكن يعمل مساهمة، بالاضافة لعندك صفحة الفاكس اللي هي الفريكوينتلي اسكد كويستشنز، بالاضافه للايميلات تبعت السبورت، بالاضافه للترانزاكشنز تبعت الاوردرز. هذه شغلات، فانت بدك يكون في عندك القدره انه انت تحكي انه هذا الكاستمر عمل ترانزاكشن يوم كذا وسال سؤال في السبورت يوم كذا عن هاي الشغله، تمام، وحصل على اجابه بيوم كذا. فبالتالي هاي البيانات من مصادر متنوعه، بده يكون في عندك القدرة انه هي تتعرف عليها، انه تحدد انه هاي البيانات انه لا سنجل انتيتي. عدا عن ذلك يعني ابسط مثال، مثال بسيط جدا، انه انت عندك في الفاريتي، انه انت على سبيل المثال الديت، ممكن انت عندك اكثر من سيستم بيستخدم اكثر من ديت فورمات مختلف، بده يكون في عندك القدرة على للبيك ديتا انه هي تتعرف على البيانات حتى لو كان الفورمات تبعها مختلف، يتعرف على البيانات حتى لو كان الفورمات تبعها مختلف، لأن المصادر تبعتها متنوعة، تمام؟ فبالتالي عرفنا البيانات إنه البيج ديتا الخصائص تبعتها الثري فيز، وهي هي الشغلات هذه كلها اللي هي الفوليوم، فولوسيتي، فارياتي. فبدي يكون في عندي سوفتوير أو فريموركس تقدر تتعامل مع البيج ديتا. بغرض إيش؟ بغرض يا اما داتا مايننج يا اما ماشين ليرنينج. فعليا الماشين ليرنينج لوحده على بيانات من مصادر متنوعه بيقدرش يتعامل، لا، فبدي طبقه تقدر انه هي تتعامل مع البيانات اللي من مصادر متنوعه، او انه الحجم تبعها انه كتير كبير. واحده من الفريم ووركس هذه هي الاباتشي سبارك والهدوب.
يبقى الاباتشي سبارك هي عباره عن فريم ورك تقدر من خلالها تتعامل مع البيانات الكبيره او البيج داتا بالخصائص هاي تبعتها. تمام، فعليا انت بتقدر انه انت تستضيف البيانات بشكل ديستريبيوتد، تتعامل معها من مصادر متنوعه، بتجيب البيانات زي هيك وبتروح تعملها فيدنج للماشين ليرنينج او للديتا مايننج زي الاباتشي سبارك او الهدوب. تمام، بالمناسبه هذه الثلاثه فيز في ناس بيحكوا انه كمان هي 6 فيز. تمام، بس كلهم بيصبوا في نفس الموضوع، فخلينا احنا للبساطه هنا انه هي عباره عن 3 فيز. فالمهم انه انت تشوف هدول الاوبن سورس فريم وركس، انه نشوف لو انت احتجت انه انت تشتغل مع بيج داتا، هذه بس مجرد انه طبقه اضافيه عشان تقدر تتعامل مع ماشين ليرنينج او داتا مايننج. هذه طبعا بتدعم تكتب كود كفريم ورك بلغات برمجه متعدده زي السكالا زي البايثون زي الجافا، بتختار لغه البرمجه اللي بتريحك وبتشتغل على البيانات هاي. تمام، شو ضايل عنا مصطلحات؟ الداتا اناليسيس، تحليل البيانات. تحليل البيانات هي عبارة عن سب تاسك من الداتا ساينس. تمام، من خلاله انه انت بده يكون في عندك القدرة انه انت تتعامل مع البيانات من انه انت تفهمها فعلا وتعملها فيجواليزيشن وتشوف ايش اللي بيناسبها. تمام، في الداتا ساينس زي ما حكينا بده يكون في عندك مهارات اضافيه، انه بده يكون في عندك مهارات الكوميونيكيشنز مع الكلاينت، وانه انت تفهم البزنس بروبلم تبعته، وانه انت تحاول انه تفهم الدومين نوليدج عشان انه انت تحل، يعني تستفيد من البيانات اللي انت حللتها انه تستفيد منها في ريال ابلكيشن. تمام، فبالتالي ممكن نحكي عليها انه هي عباره عن سب تاسك اوف داتا ساينس. تمام، هيك الامور هاي كلها واضحه. تفضل. كيف؟ نعم. صحيح، فبالتالي انت بهذه البيانات انه هي بتكون unstructured فعليا. تمام، وانه هي اصلا تجي لك من مصادر متنوعه. دائما السنترال داتابيز مانجمنت سيستم انه هو خلاص بتعامل مع البيانات انه هاي المصادر تبعته، انه بصير فيها ترانزاكشن او بتعمل انسيرت انت عندك في 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 الداتابيز. ولكن لما تكون انت عندك unstructured ومن مصادر متنوعه، وعدا عن ذلك انه سرعه تولدها كبيره جدا، بحيث انه الداتابيز ممكن انه مش يعني ممكن بديش اقول انه هي بتصل لدرجه الكراش، بس انه هو مش اوبتمايزد انه يتعامل مع ترانزاكشن بشكل متعدد بشكل كبير جدا. عاده الترانزاكشن في الداتابيز انه بيكون انه بشكل متوسط، واغلب الاشي انه انت بيكون في عندك استعلامات من الداتابيز. طيب، هيك
بنكون احنا خلصنا المقدمة. نيجي الان للبايثون. تمام الامور لغاية الان. في حدا حابب انه يسأل او يستفسر عن شغلة معينة؟ كل الامور تمام؟ على الداتا ساينس. بس هنا كان بيهمني اكتر انه انتو تعرفوا الفرق بين هاي الشغلات كلها. لانه انه مش عارفه تعريف شو معنات ماشين ليرنينج او الاي اي او شو علاقه هاي المواضيع مع بعض وتشتغلي في الداتا ساينس، هذه مشكله كبيره. فلازم تكوني عارفه لا لا يعني مش يعني data science مش يعني مش فعليا انه هو بتقدر تقول عليه انه هو له يعني في علاقه بينه وبين الاي اي، بس بيشملش على الاي اي. لا الاي اي هو اشمل شيء، يعني بيستخدم الاي اي، بيستخدم ماشين ليرنينج. فعشان هيك انت لو جيت طلعت عليه هنا في الرسمه انه الداتا ساينس بيستخدم ماشين ليرنينج، تتعامل مع البيانات، بتتعامل مع الفيتشرز. الماشين ليرنينج هذه مبنيه على الالجوريثمز، فبالتالي انت ما دام انت بتحكي على ماشين ليرنينج يبقى انت بتحكي على اي اي. لانه انت فعليا لما تيجي تصمم سوفت وير والسوفت وير هذا يكون في عنده انتليجنس، يعني هذا عباره عن اي اي. يعني انت هيك بتخليني انه احكي لك شغله قبل ما ادخل على البايثون. خليني اورجي لك اياها هنا. واضح من الصوت كان انه عبارة عن طفل شو بحاول يسوي؟ يوصف صور، يوصف صور. طبعا هاي الشغلة بتتطلب انتليجنس، هاي الشغلة بتتطلب انتليجنس. هل فعلا احنا في الداتا ساينس نقدر نسوي شغلة زي هيك؟ اه بنقدر نسوي. هاي الشغلة اسمها image captioning. دورجي لك بوت عملها مايكروسوفت اسمه Image Captioning Bot. هاي طبعا هذا بورت باي مايكروسوفت كوجنيتيف سيرفيسز. فهنا بحكي لك انه انت ممكن تختار اي صورة من هدول تاع
تمام، او انه انت تعمل ابلود لصوره، او انه تحط URL. فخلينا على سبيل المثال نشوف هاي الصوره، use this photo. ايش بحكي؟ I think it is snow covered mountain. جبل مغطى بالثلج. تمام، نشوف صورة ثانية. صحيح، وموجودة في جوجل كذلك بالضبط. بس هنا كابوت، انه هنا بقدر انه انا اعمل عليها ديمو. هاي الصورة انه بحكي I think it's a sandwich cut in half. ساندويش مقسوم بالنص. فهاي فعليا انه يعني شغلة في الماشين ليرنينج في الاي اي، وبتتطلب انتليجنس انه الانبوت انا عندي عبارة عن صورة، والاوتبوت عبارة عن تكست كابشن ديسكريبشن. فبالتالي لما يتوفر انا عندي بيانات بقدر انه انا فعليا اسوي هاي الشغلات، وهي الشغلات انا ممكن استخدمها في التطبيقات تبعتي. يعني ممكن انت فعلا تبني تطبيق انتليجنس، سواء كان موبايل ابلكيشن، تكون هاي السيرفيس انت موجوده عندك على الباك اند، اند سيرفيس، تمام، وتستخدم هاي الشغلات. خلينا نتحدى شويه، وهنا خلينا نعطي له الصوره، والصوره هذه انا بدي اخليكم انتم تختاروها. على ايش بدنا نبحث؟ اشي في الكهرباء، في السويتشز، دومين سبيسيفيك. خلينا طيب نبدا بنارو دومين، خلينا نشوف جمل. تمام، هل عنده في الداتابيس تبعته كاملز؟ شمال؟ اي واحد بدكم؟ اي هذه؟ I really can't describe this picture. صعبة بالنسبة لإله. طيب نشوف شغلة تانية. ماشي بلاش هاي. هاي ايش رأيك فيها؟ لا هو ما جابش الصورة، شكله كانت اللينك تبعها copy image address. try another. أي جابها. It's a camel walking next to a body of water. لما كانت الناقة والابن تبعها ايش بيسموه؟ قعود. تمام؟ ما تعرفش عليه، لكن هنا it's a camel walking next to body to a body of water. يعني فعليا هنا هذا وصف دقيق للإشي اللي موجود فعليا. تمام، فبالتالي هنا فعليا بناء على البيانات اللي موجودة كانت عنده، بدك إشي في الكهرباء زي إيش مثلا؟ انت تخصصك إيش؟ مبرمج مش كهرباء؟ شو؟ PLC. هذا PLC. كروزت 24 VDC 8 ريلي 8 أمبير PLC. لا 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 لا، ما بيخدش بيخدش، مش تشيتينج هذا. لا انتوا دائما عقليتكم شغله قريبه من الساعه. بقول لك انا مش متاكد، شغله قريبه من الساعه، يعني شاف شاشه زي هيك، يعني انه تمام.
هذا بيؤدي انه انت فعلا تبني تطبيقات وتيجي تسوي شغلات كثيرة زي هيك، انه انت مثلا لما تدور على كامل انه يقدر يجيب لك اياها. لا زي هيك. طيب ممكن افصل اكثر، هل فعلا بيقدر يجيب لي اياها؟ بدي اقول man ride a camel، جاب لك اياها ولا لا؟ طيب بتعرف على الومن ولا لا؟ فبالتالي بتطور انت عندك مهارات يعني الكابابيلتي تبعت السيرش انجن. اضف على ذلك انه انت في الشركه اللي انت يعني بدك، يعني يفترض انه انت بتشتغل فيها كديتا ساينس، انه ممكن تعمل عليها تطبيقات كثيره، انه تشوف الايمجز هذه، انه تعملها كابشننج، بسهل عليك في السيرش وبسهل عليك في الريتريفال، وانه انت تستخرج معلومات ستراكشر، لانه الصوره انت عندك كرو ايمج ان ستراكشر، تمام؟ ففعليا تقدر تقول انه في الداتا ساينس الخلاصه انه في الداتا ساينس انه انت بتعمل انتليجنت ابلكيشنز. لما بتعمل بريدكتيف موديل او لما تعمل ماشين ليرنينج موديل، هو في النهايه عباره عن اي اي موديل، تمام؟ طيب خلينا ننتقل للبايثون. تمام الامور لغايه الان؟ فعليا مين بيستخدم البايثون؟ مين بيستخدم البايثون؟ يعني مين الكل بيستخدم البايثون؟ مبرمج البايثون. فعليا السوفت وير انجينيرز، ماثماتيشنز، Data analyst, scientist, accountants, network engineers. فبالتالي هذا بيدي لك انطباع انه فعليا انه هاي الشغلة او هاي اللغة مستخدمة في عدة domains. ممكن تستخدمها في مجال الطب، ممكن تستخدمها في مجال الفضاء، الفيزياء، ممكن تستخدمها في مجال الكيمياء. ايش الشغلة اللي فعليا بتجذب؟ بالضبط. هي فعليا افضل لغة انه الاطفال يتعلموها كلغة برمجة يعني. نعم. السينتاكس تبعها انه هو مبسط. طبعا هاي الشغلة اجت من شغلتين، فلسفة التصميم انه يكون في عندك سهولة في السينتاكس، انه تكون ريدبل. يعني شركة ابل لما تيجي تحكي انه شو فلسفتها في تصميم الماك، تيجي بتقول انه بدنا اياه يوزر فريندلي على الاخر، يعني انه هم بيدعوا ذلك يعني، تمام؟ فبالتالي انه انت ما تقلقش وين مكان انه انت بتخزن فيه الملفات، خلاص انت بس اعمل داونلود بدك اياه، في انا عندي حاجه اسمها الداونلودز، تمام؟ تفاصيل انه انت تروح على السي والدي والمش عارف ايش والشغلات هذه، التعقيدات الموجوده في الويندوز لا مش موجوده عندنا في الماك. فلسفة في التصميم، تمام؟ وفي اليونكس او اللينكس شو فلسفة التصميم؟ فلسفة التصميم هاي شغلة مهمة، انه انت تفهم شو معنى فلسفة التصميم، عشان لما تيجي تصمم شغلة انه يكون في عندك انه هدف، انه انت ليش عملته سيمبل، ليش عملته يعني انه معقد. فلسفة التصميم في اللينكس او في اليونكس انه انت تصمم اشياء صغيرة بسيطة، بس لما تخليها تركبها على بعض بتسوي شغلات اعقد. يعني انه build a small software works very well، تمام، very simple، ولما يشتغلوا مع بعض
تركبهم على بعض. هاي الحلو في الموضوع انه انت يعني تقدر في اليونكس تقدر تعمل اي حاجة تركبها على اي حاجة تانية، بتسوي شغلات يعني لا نهائية. في البايثون هنا في انا عندي شغلة معينة انه في انا عندي فعليا يعني سهولة في السينتاكس او في يعني في التعلم كلغة. عدا عن ذلك بالإضافة للسهولة، يعني على سبيل المثال، مثال على السهولة إنه أنت ما فيش داعي إنه أنت توجع رأسك في التايب، خلاص أنا بعرف التايب لوحدي. هذا الكلام حنشوفه. في ناس بنتقدوا الموضوع هذا اللي زي اللي بيبقى جاي من مدرسة الجافا عامل زي نظام الأهلي والزمالك. لا، هذه مشكلة. كيف ممكن يكون في البرمجة إنه ما فيش تايب؟ لا، هذا بتسبب مشاكل كتير، وبس إنه هو بيحكي زي هيك بس عشان موضوع الأهلي والزمالك. يعني خلاص الأهلي أو برشلونة أو ريال مدريد، خلاص برشلونة أو ريال مدريد هي أحسن، وهتلاك إنه لا عاطلين. ففعليا انه في هو بيجي بنظر للموضوع انه التايب شغله اساسيه في اللانجوج، كيف ما يكونش في تايب؟ عيب يعني، مش متقبل الموضوع. هاي الشغله الاولى، يبقى سهوله اللغه. الشغله الثانيه انه انت في عندك مستودع مركزي للباكجز، تمام. يبقى هنا لو لخصنا الموضوع انه Why Python is popular. رقم واحد حكينا انه easy to learn. الشغلة الثانية انه large repo of packages. في عندك الشغله اللي بتخلي انت عندك شو اللي خلى الاندرويد ينتشر، او شو اللي جذب المطورين تبعون الاندرويد ان هم يكتبوا تطبيقات للاندرويد؟ الجوجل ماركت، المتجر. ففي عندك اجهزه كثيره، تمام، مجرد انه انت حطيت التطبيق تبعك في المتجر احتمال يعني انه كبير انه يصير في عندك ترافيك على الابلكيشن تبعك. فبالتالي المتجر شغلة مهمة كتير في الموضوع، انه يكون في عندك مستودع انه انت تنزل منه التطبيقات والبرامج. هاي الشغلة مش موجودة في الجافا. في الجافا ما فيش عندك فعلا سنترال ريبوزيتوري لكل الباكيجز اللي موجودة انت عندك. فبالتالي انا لما بدي شغلة بالجافا لتحليل الصور بتغلب كتير. كيف؟ الميفن هاي شو بتعمل الميفن؟ تقدر من خلال هي يعني مستودع مركزي بتقدر انه تعمل منه جيت او شغلة زي هيك؟ هذا كلام بالضبط حنحكي في النقطة الثانية. هذه من الشركات اللي فعليا انه هي فعلا بتستخدم البايثون او بتدعم البايثون، سواء كان استخدام او دعم. انت في عندك الشركات الكبرى، دروب بوكس، سبوتيفاي، جوجل، فيسبوك، كل هاي الشركات. هذه يعني هذه بس قائمة قصيرة من الشركات، يعني في شركات كثيرة انه هي بتدعمها. صحيح صحيح، لأنه هي اللغة الأكثر. نعم حكيت أنا تارك الجافا لي 5 سنوات، أو يعني يعني بتركها وبرجع لها، بتركها وبرجع لها، بس إنه آخر كونتاكت مع الجافا كان أنا من 5 سنوات. فهلقيت هل الميفن هذا انت بتلاقي فيه يعني برامج او يعني اي شيء بدك اياه بخطر في بالك؟ معقول؟ طيب هجيت هذا انت وين ممكن تلاقيه؟ انه بس ببساطه انه ممكن تقول بيب انستول باكج نيم. انا اكتب لك اياها تحت.
هذا المستودع وين موجود؟ موجود في هذا السايت. اللي هو BYPI. تمام؟ تقدر من خلاله هنا في عندك 18,000 بروجكت، 187,000 بروجكت. تمام؟ فممكن تدور على أي شغلة بتخطر في بالك. مثلا شغلة، أي شغلة لها علاقة بالإيمج. في عندك باكج اسمها إيمج، إيمج كونفيرتر، إيمج نوفيس. طب بدي شغلة بالأوديو. أوديو سلايس. أوديو ويف. كل هاي الشغلات عندك موجودة، انه كباكيجز في شغلات انه هي انه كتيرة عدا عن الجيت هاب ريبوزيتوري. فبالتالي المستودع تبعك هاي موجود هنا، سجل لك اياه كملاحظة، بالاضافة للجيت هاب. تمام؟ هذا السبب الثاني اللي فعلا بيخلي البايثون popular. get easy to learn. فعليا انت ممكن اي حدا مش متخصص، هي فعليا زي هيك، اي حدا مش متخصص انه هو يتعلم هاي اللغه، يعني سواء كان لتخصصه عربي، تخصصه كيمياء، تخصصه جغرافيا. في انت عندك باكج هناك للي بيشتغلوا في نظام الجي اي اس كثير انه هي متقدمه، فبيستخدموا هاي اللغه. طبعا السهوله، انتوا اكيد يعني صار في عندكم احتكاك مع البايثون. في السي بدك تعمل بس هالو وورد، انت عندك كم سطر؟ هي 1 2 3 4 5 اسطر. بالجافا شيء مشابه، بالبايثون بس مجرد انه انت بتعمله بسطر واحد. كيف؟ فيش فاصلة منقوطة. وهذا مثال تاني، لو فعليا انت بدك تستخرج سبسترينج أول 3 أحرف من كلمة معينة بالسي شارب، بتعمل زي هيك. بالجافا سكريبت برضو إشي مشابه، بالبايثون تايني كود يعني إشي صغير، يعني بس مجرد إنه أنت هنا بتعمل سلايسنج، بتقول له إنه أنا بدي الأحرف من 0 ل 3 لأنه هي بتعامل معها كليست أوف كاركتر. هذا الكلام حنرجع له، بس هنا أنا بوضح لك سهولة السنتاكس. إيش مجالات؟ يعني انت لو تعلمت البايثون مش بس انت هتشتغل في الداتا اناليسس او في الداتا ساينس، هتشتغل في الاي اي، ماشين ليرنينج، اوتوميشن. هاي الشغله كتير مهمه وكتير عليها شغل، وهاي الشغله ممكن انه انت في عندك هنا في الصفحه بايثون بوكس، جمعت انا كتب اوبن سورس بالبايثون يعني licensed under creative common، معنى ذلك انه انت freely ممكن انه انت تعدل، يعني انه انت يعني انه تستخدمها وتعدل على الاكزامبلز تبعتها. هذا الكتاب اللي انا بدرس منه عادة، انه معتمد لغايه الان بايثون فور everybody، بايثون للجميع. اللينك تبع البي دي اف تبعه موجود هنا في الرابط هذا. وفي هذا الكتاب برضه Think in Python Second Edition 2015. طبعا هذا المؤلف عامل سلسلة أخرى من الكتب وكلها Creative Commons في هذا الكتاب. المهم Automate Boring Stuff with Python. الأشياء المملة نعملها Automation بالبايثون. يعني على سبيل المثال هنا داخل في مواضيع مثلا زي السكرابينج. ايش السكرابينج؟ انا بدي اجمع بيانات معينه من الانترنت، بدل ما انت تدخل على السايت وتاخذ بيان معين تعمل نسخ، لا، بعمل بايثون سكريبت بعمل لي الشغله هذه بشكل اوتوماتيك. كيف؟ المايننج زي ما حكينا، انه انا في عندي بيانات والبيانات هذه فيها نولج انا مش عارفها، بدي انقب عليها عشان انه اكتشفها.
أما السكرابينج هو عبارة عن في يعني عادة بيكون بدي أجمع بيانات من الإنترنت، عشان هيك بسموه ويب سكرابينج. يعني على سبيل المثال بدي أجمع نتائج مباريات من الإنترنت، بستخدم حاجة اسمها ويب سكرابينج. مش محتاج، هي موجودة تمام، فبدي أستخرجها استخراج من أماكن معينة. تفضل. كيف؟ نعم. صحيح. 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 بس ناتج العملية الداتا مايننج إنه أنت بتطلع hidden knowledge، إنه هي كانت knowledge عندك كانت hidden مش شايفها. أما هاد. بالضبط. صحيح. بالضبط. هديك مبعثة. صحيح. نعم. بالضبط. بتكون مبعثرة على الإنترنت وأنا بدي أجمعها من عدة مصادر. كذلك التعامل مع البيانات، انه في كتير من التاسك اللي بتكون مطلوبة من انه بيكون على سبيل المثال في انا عندي unstructured text على سبيل المثال 10 مليون lines. الكاستمر بيجي بحكي لي انه خذ هذا الملف وبقول لي استخرج لي الايميلات من هذا الملف. بكتب بايثون سكريبت بيستخرج الإيميلات من هذا الملف. الإيميل طبعا فيه له باتن معين. ليش هو بده الإيميلات؟ بده يستخدمها في التسويق. بس الفكرة في الموضوع إنه هو جمع بيانات unstructured فيها نص عادي وفيها إيميلات، فهو بده الإيميلات. يعني شغلة زي هيك. فبالتالي هذا الكتاب كتير بيحكي يعني عن الشغلات هذه، إنه برضو إنه creative common ممكن نوته. طبعا الكتاب اللي احنا حنمشي عليه بالإضافة لمصادر تانية اللي هو Python Data Science Handbook 2016. تمام. الكتاب هذا طبعا انه في له Repository Python Notebook وموجود الرابط تبعه كHTML زي هيك وكPDF. هاي الرابط تبعه تمام. Python Data Science Handbook. فهذا فيه تجميعة كتب، هذا الارتيكل فيه تجميعة كتب كتير ممتازة بالبايثون بالإضافة لكتب تانية موجودة أكيد بطبيعة الحال، حورجيكم إياها في حينه. لا هي انت عندك الرابط الاساسي. انا حكيت من البدايه انه انت عندك هذا اللينك، بتلاقي فيه كل المصادر تبعت الكورس، سواء كانت محاضرات اليوتيوب او النوتس هذه اللي انا بسجلها حاليا او الكتب او اي شغله تانية. تمام. فبالتالي ممكن تشتغل في مجال الاوتوميشن بشكل كبير، في شغل بشكل كبير. طبعا ويب ابلكيشنز هاي الشغله كتير مهمه، انه انت تعرف ايش اخرك في البايثون. في البايثون بشكل اساسي بالاضافه للاوتوميشن والديتا اناليسس والشغلات هذه كلها، اورجيكم هذا التقرير وفعليا بيعكس الواقع لل 2018. 2019 لسه ما خلصتش التقرير. تمام. فهنا بحكي لي الجنرال بايثون يوزج، طبعا 84% بيستخدموها كبرايمري لانجويج و16% بيستخدموها كسكندري لانجويج. طبعا هذا الكلام من الديفلوبرز حول العالم. ايش اللغه الثانيه بيستخدموها مع
بايثون، جافا سكريبت، HTML، باش، SQL، يعني لغات طبيعية أنه فعلاً أنت تستخدمها مع البايثون. طيب هنا نيجي نشوف أنه ليش هما بيستخدموا 58% Data Analysis، تمام، و 52% Web Development. طبعا هذه النسب مع أشياء تانية، تمام. فبالتالي نهاية الطريق البايثون يا إما بتصير Web Developer أو بتصير Data Scientist. طبعا إيش أشهر الفريموركس؟ وبيشا 50-50. شو؟ فلاسك أو بايثون أو جانجو. نعم، هذا الكلام محطوط هنا. فلاسك 47%، جانجو 45%. طبعا هذه كلها ويب فريم ووركس، انه في عندي تورنيدو، بيرمنتس، ويب تو باي، بوتل، شيري باي، فالكون، كل هاي عباره عن ويب فريم ووركس. ايش اشهرها؟ التنتين هذول اليوم، على فلاسك والجانجو. طبعا ايش اكثر الباكج، الداتا ساينس باكج المستخدمه؟ نمبي، الباندا، ماتبلوت، سايبي، سايكتلر، تنسر فلو، كيراز، سيبورن. هدول كلهم حنمر عليهم بالمناسبة، تمام. فبالتالي هنا مهم جدا هذا الكلام بالنسبة لي، انه نحكي لانه انت تعرف ايش اللي موجود بين ايديك، ايش ممكن انه انت تسوي فيه كبايثون. ممكن كذلك استخدمها في الموبايل، في الديسكتوب، في التستينج، او حتى في الهاكينج، في كتير مكتبات. طبعا هي هاي ليفل لانجويج، الكوميونتي تبعها كتير كبير، كروس بلاتفورم، هذه كتير شغله مهمه، بتشتغل على الانظمه الثلاثه الرئيسيه. حنشتغل على كيف يعني براوزر؟ بفتحه من البراوزر. نعم، لا، الكود هذا اللي انت كتبته انه بورتابل، ممكن انه هو يشتغل على ويندوز، ماك، لينكس، اي راسبيري باي، اي نظام تشغيل. طيب بخصوص الفيرجنز، هذه شغله اساسيه لانه احنا حنبدا ننزل الان. في عندي فيرجن بايثون 2 او بالتحديد 2.7، طبعا هذه الليجاسي فيرجن، حتخلص في 2020. ليجاسي لانه انت في عندي بعض الانظمه لغايه الان حاليا شغاله تحت البايثون 2.7، تمام، معطينها فرصه عشان تعمل سويتش لبايثون 3. في 2020 حيخلص هذا الكلام، حيخلص الترانزيشن كله، فحننتقل على بايثون 3. شوية فرق، فروقات في السينتاكس بسيطة جدا يعني. ليش؟ بس إذا المكتبة هذه فعليا ديد وإنه فيش حد بعملها مينتيننج، معنى ذلك إنه لا مش كتير يعني. مكتبات اي اي قديمة؟ طيب في عندك حاجة اسمها الفيرتشوال انف، فيرتشوال انفايرمنت، حكيت حاحكي لكم عنها، وحاشوف كيف انه انت تتعامل مع بايثون باكجز بنسخ مختلفة. هذه شغلة كتير كتير مهمة. نعم، معظم
ايوه بكون الباكج اللي انت بتستخدمها اصلا متروكه يعني، او صار في يعني مايجريشن لباكج ثانيه وانه هذيك هي تركوها يعني انه زي هيك. طيب كيف تعمل سيت اب للماشين تبعتك تمام عشان تصير تستخدم داتا ساينس؟ اول حاجه نبدا بالانفايرمنت. في الانفايرمنت هذه ممكن انه انت تنزل بايثون، بيور بايثون، تفتح python.org في اكسس، في شبكه اسمها بي تي اي. بي نجمة من 1 إلى 6. طيب حكيت هنا بس تفتح البايثون.org في انا عندي هنا في الداونلود طبعا حسب عندك، عندك ماك طيب بيكون عندك هنا في الداونلود حسب البلاتفورم اللي انت شغال عليها سواء كان ماك او ويندوز بيطلع لك هنا داونلود فور ويندوز، طبعا اخر نسخة 3.7.4 تمام. طبعا لو انت كان عندك سيستم بري انستول تتأكد انه يكون 3.6 فما فوق، 3.6 فما فوق بتنزله زي هيك. خليك معي يا استاذ، خليني اعطي لك كل الخيارات وبتنزل الخيار اللي بيناسبك انت، لانه راح احكي لك اكثر من خيار. هذا بعد ما نزل هنا تعمل سيت اب، وما تنساش تعمل التكاية هاي انه تضيف البايثون في الباث تمام، وهنا ممكن انه انت تضيف لكل اليوزر وساعتها انه هنا بتضغط على هاي انه بنزل لك اياه كله بالكامل تمام. ساعتها بيكون عندك انه البايثون موجود هنا تمام، وفي عندك الشيل هذا البايثون بهذا الشكل، وفي عندك الشيل هاي، هذه برضه شيل لما تلاقي البرومت انت عندك بهذا الشكل، هذا عبارة عن شيل تمام. طبعا البايثون هي عبارة عن سكريبتنج لانجويج، يعني تكتب نظام سكريبت، ممكن تكتب الكود بعدة طرق، ممكن استخدم الشيل اكتب كود بهاي الطريقة تمام، او ممكن استخدم الاي دي اي. خلينا نرجع للشيل والاي دي اي كمان شويه، بس خليني اخلص لك الخيارات. طبعا هذا اللي انت نزلته الان حاليا هو عباره عن بيور بايثون، بدك تضطر تنزل بقيه الباكجز اللي احنا بنطلبها باستخدام البيب انستول اسم الباكج، بيب انستول اسم الباكج، كل ما نطلب باكج معينه بدك تنزلها باستخدام هذا الكوماند. الخيار الافضل انه انت تنزل بايثون مع الباكجز تبعت الداتا ساينس كلها مع بعض، وتستخدم الاناكوندا تمام او الوين بايثون. الاناكوندا او الوين بايثون، ايش الاناكوندا والوين بايثون؟ هي عباره عن بايثون باكجز او ديستريبيوشن تمام
تنزل البايثون ومعاها كل الباكجز اللي احنا بنحتاجها في الداتا ساينس. ايش هي الباكجز؟ هايو مرجي لك اياها هنا في الصوره. جيبيتر، سبايدر، نامبي، سايبي، نمبا، باندا، داسك، كل هدول احنا بنحتاجهم. سايكت ليرن اهمهم، المات بلوت، كل هدول احنا بنحتاجهم. فهذه تيجي بري انستولد، تيجي بري انستولد. كيف سبايدر هذا اديتور صحيح، اي دي اي، نعم. والجيبتر هو باكج، باكج بس بمكنك انه انت تشتغل من خلال نوت بوك، تمام. اول وين بايثون، طبعا تختار هنا 3.7، هنا لما تحكي داونلود تختار هنا 3.7. الوين بايثون نفس الكلام، تيجي بايثون مع سبايدر مع سايبي مع كل هاي الشغلات على الويندوز بي سي، هذه بس بتزبط للويندوز. هاي على سبيل المثال الريليس للفيرجن هاي انه في مارش 19/2019 ايش نازل معاها؟ نازل الباندا هاي الفيرجن، ساي بي هاي الفيرجن تبعتها، نام بي هاي الفيرجن تبعتها، البي تورش، تنسر فلو. لو لاحظت انا في عندي هنا 1.13 اخر نسخة ستيبل من نسخة التنسور فلو، واحد هي 1.14، فبالتالي هي أقل نشوة، أقل شوية. عدا عن ذلك أنت لو جيت اطلعت أنا فعليا نسخة 2 صارت جاهزة، أنا عندي هي في البيتا حتم إصدارها قريبا، تمام. فبالتالي أنت بتقدر تعمل أبجريد، هي صايبة ريحك. في بعض الباكجز بنضطر إنه إحنا نعمل أبجريد، كذلك الحال هي تنسر فلو 2 بيتا از افيلبل، كذلك الحال بالنسبه لجوبيتر. بنسلش انه الليتست فيرجن يعني احدث نسخه من الباكجز اللي احنا بدنا اياها، ولكن انه تفي بالغرض. تمام، فبتنزل هاي او هاي. الوين بايثون لما تنزلها، يعني على سبيل المثال انا منزلها عندي على السي على دبليو بي واي 3702، بيجي معاها كوماند برومت وبيجي معاها الشيل الخاص فيها. فبالتالي هنا لما تيجي تفتح كوماند برومت، كوماند برومت خاصه فيها. وفعليا انا على الجهاز تبعي انا منزل نسختين، نسخه البيور تمام، لانه بحتاج انا اورجي كيف انه انا انزل الباكجز بالاضافه للنسخه هذه. فهذه لها كوماند برومت لحال وهذه لها كوماند برومت لحال. في الاناكوندا لما انت تيجي تنزل، تمام، طبعا الاناكوندا يعني خيار مفضل عند الكثيرين. ليش؟ لانه موجوده انت عندك على الويندوز وعلى الماك وعلى لينكس، فبغض النظر على البلاتفورم اللي انت بتشتغل عليها، تمام، بتلاقي انه الاناكوندا بتريحك كتير انه كباكج انه موجوده وجاهزه. لانه انا متاكد في يوم من الايام انت حتعمل سويتش على لينكس، خاصه اذا انت بتتعامل مع البايثون. في كتير من الباكجز تحتاج انه انت تعملها كومبايل، بتحتاج للسي، والسي مع الويندوز كتير بغلب. بدي اعمل ستراجل عشان انه احصل على هاي النسخ انه انستولد على لوكالي على الجهاز تبعك. او الخيار الثاني او الثالث اللي عندك انه انت تشتغل على الكلاود زي ما حنشوف. هنا في شغله مهمه في الاناكوندا، في عندي دوكيومنتيشن اللي هو الاناكوندا ديستريبيوشن ستارتر جايد. هنا حاكي الباكجز هذه نامبي، سايبي،
والحلو هنا في الموضوع انه النمبي هاي الباكج ليش بنستخدمها، هي عبارة عن undimensional array for numerical computation. SciBe scientific computation library for python. Matplot td plotting. Panda هي عبارة عن powerful python data structure and data science او data analysis tool toolkit. Seaborn هذه للvisualization. Statistical graphics library for python. Scikit-learn هي عبارة عن python module for machine learning and data mining. فكل الباكيجز هذه انت بتلاقيها انه في الريفرنس هذا انه شارح لها. NLTK هي عبارة عن باكيج للناتشورال لانجويج بروسيسنج. تمام، هنا بيوضح انه انت كيف بدك تعمل انستول. في عندك هذا اناكوندا نافيجيتور، هو عبارة عن ابلكيشن بيفتح لك بيورجي لك ايش الفيرجن. بدك تنزل نسخة معينة، هايو هنا كوندا انستول باكج نيم. برضو البيب بزبط مع الاناكوندا، برضو البيب بزبط مع الاناكوندا. فبالتالي هنا بدك باكج معينة، تمام، في الاناكوندا كيف بدك تنزلها؟ بتفتح الكوماند برومت تبعتها، في لها كوماند برومت خاصة فيها، بتنزل كوندا انستول اسم الباكج. تمام؟ طبعا انت فري تختار اللي انت بدك اياه. تمام، انا فعليا انا عندي الوين بايثون مع البيور بايثون. تمام، الوين بايثون بشتغل عليها ماشين ليرنينج لوكالي على الجهاز، بس اغلب الشغل على الكلاود. تمام، طيب هاي بخصوص الانفايرمنت. يبقى الملخص في الموضوع انه يا اما تنزل البيور وتعمل بيب انستول لكل الباكيجز وتطول، يا اما بتاخذ باكج فيها كل الباكجز تبعت الداتا ساينس بري انستولد. تمام، الاناكوندا حيطول معك كثير، فبالتالي انه انا بفضل انه انت تنزله في البيت، والبن بايثون حجمه كبير بفضل انه انت تنزله في البيت عندك. لو كان عندك البيور بايثون حاليا انه احنا ممكن نشتغل عليه، لانه احنا حنشتغل على اساسيات اللغه حاليا. طيب بخصوص الاي دي اي، في اكثر من اي دي اي. يبقى هنا الملخص انه البايثون ديستريبيوشن يا اما بيور بايثون او داتا ساينس بري انستولد باكجز فروم اناكوندا او وين بايثون. بخصوص الـ IDE في عندي IDEs كتيرة، وبرضو هذا يعني انتو حرين في الـ preference تبعكم. في عندي باي شان VS Code سبايدر اتوم، ممكن تستخدم هذه editors عادية اتوم او سبلايم. او اي ايديتور ثاني نوت باد بلس بلس او اي حاجه انت بتفضلها، يعني كله بيمشي الحال. انا حاحكي لك على بريفرنس تبعي وانت حر. لو انت بتشتغل على مرتاح على الفي اس كود ممكن تعمل له كونفيجريشن وتركبه على البايثون انه هو يشتغل معك، او تشتغل على السبايدر. السبايدر انا بحبدوش كتير لانه مش عارف يعني مش بيديكاش خصائص الاي دي اي بشكل كبير. البيشار خيار كتير ممتاز، في منه نسختين، نسخة الكوميونيتي اديشن نسخة الكوميونيتي اديشن والبروفيشنال. نسخة الكوميونيتي اديشن كاملة وبنقدر نستخدمها في الداتا ساينس، ما فيش اشكاليه. نسخه البروفيشنال
انه بتكون يا اما مدفوعه او اذا انت كان في عندك حساب على الجامعه حساب ايميل على الجامعه ممكن تحصل اكاديميك لايسنس. بتتجدد لو انت مستمر في الجامعه. تمام. طبعا ما تنزلش نسخه كراك لانه الكراك هذا بيعملوش اللي بيعملوا الكراك بيعملوش عشان سواد عينيكم. تمام. حاول تتجنب الكراك ما دام انت في عندك خيار. طبعا اللي بيفرق في الشغلات بين هاي وبين البروفيشنال والكوميونتي انه في البروفيشنال في انا عندي يونت تيستينج وبقدر انه انا اكتب ابلكيشنز في فريم وركس مختلفه زي الجانجو والفلاسك والبوتل وكل هاي الشغلات. يعني بيسهل علي كتاب كود ال HTML في اوتو كومبليشن بشكل كبير. هاي الشغلات مش حتلزمنا فبالتالي الكوميونتي اديشن خيار كتير ممتاز. تمام. طيب بعد ما تنزل البايثون والاي دي اي او حتى ممكن اذا بدك تشتغل على يعني اديتور معين. تمام. خلينا نشوف اول مشروع انا عندي في البايثون اللي هو يشغل بي شارب. افترض انت اول ما تشغله تظهر لك هذه النافذة. هاي. وان انت ممكن تنشئ بروجكت جديد او تعمل تشيك اوت من جيت ريبوزيتوري. ننشئ بروجكت جديد. Work online DS. طبعا هذا البروجكت هنا بدك تفتح الانتربريتر. هاي شغلة كتير مهمة في البي شارب انه انت بدك تحدد الانتربريتر. الانتربريتر هنا ممكن استخدم existing interpreter وديته المسار تبع الوين بايثون. او الخيار الثاني انه انت تشتغل بنظام الـ virtual environments. ايش خيار الـ virtual environments هذا؟ هذا بيخلي لك انه انت تشتغل كل مشروع تعمل له فيرتشوال انفايرمنت لوحده. صحيح. ومش هيك بس انه في البايثون 3 تمام انه انت بتشتغل على مثلا مشروع ويب فبروح بنزل لك كل الباكجز اللي انت بتحتاجها للويب سواء كان فلاسك او جانجو بنزل لكش الباكجز اللي لها علاقه بالجي اي اس واللي لها علاقة بالديتا ساينس وزي هيك. فبالتالي انت بتكون نسخة خفيفة مخصصة للمشروع هذا. عملت مشروع تاني تشتغل فيه ديتا ساينس فبالتالي هنا بينزل لك الباكجز الخاصة في المشروع هذا. فمفهوم الـ Virtual Environments هنا كتير مهم. والأكثر من ذلك انه مش بس بخفف الباكجز انت عندك انه انت بيخلي لك المشروع كله بورتابل انه انت تنقله من جهاز لجهاز. الأكثر من ذلك إنه أنت في عندك بعض الكود زي اللي بحكي عنه زميلكم إنه بيقول إنه البروجكت هذا بزبطش أو الباكج هذه بدهاش إلا نسخة معينة من باكج معينة. الأبديت تبعها بزبطش فيش كومباتيبلتي. طب الليتست فيرجن أنا لازماني والفيرجن هذيك برضه لازماني فبدي أنزل النسختين فإيش بسوي؟ بروح بعمل virtual environment. في بعض المشاريع برضو بتواجهني هاي المشاكل انه في نسختين فيها تعارض انه نسخة قديمة ونسخة جديدة وبدها specific version. تمام. لانه انت عندك هنا في البيب انستول ممكن انت تحط specific او تحدد الفيرجن. انا بدي مثلا version
بتساوي كذا كذا كذا، بتحدد النسخه اللي انت بدك اياها، بتنزل نسخه معينه. فبالتالي في فيرتشوال انفايرمنت بتنزل نسخه معينه، وفي نسخه ثانيه بتنزل نسخه ثانيه من المكتبه هاي، نفس المكتبه انا بحكي، تمام؟ فبالتالي هنا بتساعدني انه انا اتعامل مع المشاريع. هذه فليكسيبيليتي كثير انه ممتازه، انه انت تشتغل اللي هو الفيرتشوال انفايرمنت ممكن، صحيح، تمام. خلينا اول انه احنا نشتغل على بايثون انتربريتر، وبتحدد المسار وين ما انت نزلت البايثون بيور حاليا، لو ما كانش نازل عندك على الجهاز، او اذا كان اوريدي انستولد بس حدد لي المسار تبعه. هنا اختار اكزيستنج انتربريتر وحدد المسار تبعه هنا، واعمل كرييت. صحيح، كلها بيجيبها اوتوماتيك. لا 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 لا، لحاله هي بتكون محطوطه في ملف الريكويرمنتس، فهو بروح بيجيب بالضبط. طيب هاي المشروع انت عندك، فخلينا نفتح او نعمل اول اب واحد. طيب خلينا نلخص الموضوع هنا وبعديها نطبق. يبقى هنا في عندي ثلاثة طرق to write Python code، فعليا بلزموني الثلاثة، فعليا بلزموني الثلاثة. ايش الطريقة الأولى؟ انه انت تستخدم البايثون شيل. البايثون شيل معنى ذلك انه انت بدك تتعامل مع الكود line by line. والطريقة الثانية انه انت تستخدم او تكتب بايثون سكريبت. في هذه الحالة انه انت بتعمل run للكود لكل الكود، تشغل الكود كله من خلال البايثون سكريبت. هذا بيكون انه written in IDE or editor. سواء انت كتبته على editor او IDE، بتشغل الكود كله دفعة واحدة. هاي بتشغل سطر سطر من خلال الشيل. الطريقة الثالثة واللي كتير بحبها انا اسمها Python Notebook. هنشوف الثلاث طرق وحنحكي كل واحدة ايش بتلزمك فعليا. نبدأ بالبايثون شيل. البايثون شيل شغلت لك اياها هنا بالكوماند برومت، وبرضه شغلت لك اياها انه كبرنامج بنزل مع البايثون. في بعض الاحيان انت في البايثون شيل انه انت بتستخدمها يا اما تتعلم او انه انت تفحص تجرب شغلة معينة. يعني على سبيل المثال هاي الدالة رينج 10 شو بترجع لي؟ من 0 ل 9، بس هي رجعت لي اياها كأوبجكت. طب خلينا نطبعها. في قوس ناقص نفس الريبريزنتيشن. طب لو عملتها كاستنج لليست هيك قدرت اشوف شو معنات انه رينج 10. لو انت فعليا انه انت ما كنتش عارف انه هاي الفانكشن شو بتسوي بالضبط، تمام، ممكن انه انت تفحصها. عدا عن ذلك، على سبيل المثال في عندي داله بيلت اند في البايثون اسمها اني، شو بعطيها؟ بعطيها ليست او اي اتريتابل، وهنا بحكي له ترو فولس True. ايش رجعت؟ True. نعم.
هو بس في وضع سيء بس. عاجبك تكبر لك الخط بصراحه طيب هذا كيف وضعه؟ هاي إني هيك أحسن؟ هنا حكينا إنه true false true رجعت لي true. أنا بكون مش عارف إيش هاي الدالة إيش بتسوي، فأنت دخل باراميترز تانية زي هيك خليهم كلهم فولس ايش رجعت لي لما كانوا كلهم فولس؟ ايش معنات هذه الدالة؟ الاني معناها انه اذا انت عندك اي عنصر في الاري ترو برجع لك ترو واحد على الاقل، كانوا كلهم فولس هاي معنات الاني اي عنصر من العناصر الموجوده. فبالتالي هنا انه انت بتكتب كود انت مش عارف انه شو بتسوي هاي الداله، ممكن انه انت تجربها تستدعيها باكثر من باراميتر او انه انت تجرب شغلات معينه في الشيل. هنا هنا all فاش احط ايش؟ ممكن ممكن دخلي 0 1 بس. نعم ايش الريبريزنتيشن للترو والفولس غير الزيرو؟ ما جربتش، ممكن نجرب يعني ممكن هنا لو 10 10 10 20 ممكن بعتبرها انه هي ترو. هنا 0 اول معناها انه لازم يكونوا كلهم، وهنا 30 هذه لو غيرناها ل 10 صارت ترو، فبالتالي هنا بعتبر انه النمبرز ترو والزيروز فولس. نعم فبالتالي هنا بحكي لما احكي all معنى ذلك انه انا بدي كل العناصر اللي هنا انه تكون ترو، او بالاحرى تكون نون زيرو، تكون نون زيرو. فبالتالي الشيل هنا بورجيني فعليا شغلات معينة انه انت ممكن تجربها بشكل سريع. والشيل بالمناسبة موجود هنا، لو انت فتحت هنا تحت البايثون كونسول فافتح لي اياه تحت هنا هيفتحوا حالا. بهذا الشكل تمام. فبكتب الكوماند x بتساوي 10 بهذا الشكل، وهنا في عندي هنا الفاريبلز اللي موجودة انا عندي هاي الx بتساوي 10 وانه التايب تبعه لوحده عرفه انه هو انتجر تمام. هذا في الشيل اللي تحت اللي جاية مع البي شارب. فبالتالي الشيل بغض النظر انه انت شو الشيل اللي بتستخدمها، انت فعليا بتستخدمها عشان انه انت تجرب شغلات بشكل سريع او عشان توضح شغلات معينة تمام. فبالتالي الاستفادة تبعتها انه عشان تعمل تيست او انه تشوف شغلة معينة. نيجي للطريقة الثانية انه احنا نكتب البايثون كود as a whole. فبالتالي هنا ممكن ناخذ input بتساوي، او خليني استخدم name بتساوي input please enter your name. فبالتالي هذه الدالة input بتاخذ لي input من الكيبورد، والنص اللي اعطيته اياها كارجمنت هو عبارة عن البرومت اللي حيطلع للمستخدم او الرسالة اللي حتطلع للمستخدم عشان يعرف انه ايش بده يدخل بالضبط تمام. وهنا بدي احكي print hello
بلس 2. فبالتالي هاي my print star ضرب 10. في أنا عندي ثلاث أسطر، هنا دخلت variable من خلال الانبوت اسمه name، عملت له concatenate مع الهلو، تمام؟ هذا عبارة عن نص concatenation، نص بلس نص بصير concatenation، بلزقهم مع بعض. وفي أنا عندي هنا الستار، المالتيبليكيشن بتسوي مضاعفة بالضبط للستار بهذا الشكل. فهنا لما اختار رايت كليك ران بشغل لي الكود ككل، هذا السكريبت كله بشغل لي اياه. فهنا طلب ايش اسمي؟ اسمي احمد، هلو احمد، وحط لي الستارز بهذا الشكل، تمام. طبعا الاي دي اي هذا كثير انه انا شخصيا انه انا مرتاح معاه، يعني انه اورجي لك عده مزايا فيه. يعني على سبيل المثال لو حطيت برنت زي هيك لحاله بروح بحط، انا عندي هنا بحكي لي انه expected colon او goes، تمام. فبالتالي هنا بيساعدني في السينتاكس بهذا الشكل. لو بدي اكتب شغلة معينة مثلا هاي الفور، بيساعدني في الاوتو كومبليشن بشكل كبير. وكذلك بيساعد في شغلات كثيرة، انه انا راح حط لي خط تحت. ايش هذا الخط؟ في ايرور؟ لا، شايفين التب ايش هي؟ بيب 8. ايش البيب 8؟ هذا عباره عن بايثون باكج بتخليني اكتب بيوتيفول كود، او لازم يكون الفورمات تبعه حسب الستاندرد. ايش بحكي لي؟ انه الخطا بيقول لي تو ماني بلانك لاينز، خمسه لاينز انت عندك فاضيات. ليش؟ فممكن اروح زي هيك هنا واحذف الاسطر، او باختصار بروح بعمل كنترول جي، او عفوا كنترول ال، كنترول شيفت مع ال، كنترول شيفت مع ال، تمام. فبروح بحذف كل اللاينز هدول لزياده، تمام. فالكود هذا يعني بيساعدني انه نكتب كود فورماتد ريدبل. لو في ملاحظات في شغلات معينه بيقول لي انه النين هذا فيه له شادو، شغلات زي هيك، فبحط لي اياها هذه الملاحظات، فبيكون الكود انه ريدبل اكثر، برودكتيف اكثر، بيوتيفول اكثر. في عندك كتاب هنا اسمه How to make mistakes in Python. How to make mistakes in Python. هاي البيب 8 valuation بعدد لي اياها ايش هي، تمام. في شغلات متعلقة بالintendation، في شغلات متعلقة بالwhite space، في شغلات انه انت مش يعني ليش تحط وايت سبيس كتير، لا بدك مثلا تفصل هذا الكود عن هذا الكود، بكفي انه انت تحط سطر واحد بلانك، تمام. في شغلات متعلقه بالباد نيمز، بالنيمينج كونفنشنز، هذه حتمر علينا. فهذا الكتاب فعليا بيورجي لك يعني هنا شغلات متعلقه بالامبورت. عاده انه الناس متعوده، وهذا الكلام موجود كمان في الجافا، انه import star،
هذا لو أنا بشتغل في تيم بيسبب مشاكل كتير، لأنه الستار هذه في بعض الأحيان ممكن يتشابه أسماء الدوال أو أسماء الكلاسز بتكون جاية من باكيجز مختلفة، بتصير إمبيجيتي، عدا عن إنه أنت بتعمل أوفرلود إنه أنت بتعمل إمبورت لإيفريثينج. خلص خلي الإمبورت تبعك سبيسيفيك فروم الباكيج، هاي اعمل إمبورت لهذا الكلاس لوحده، خلاص هاي اللي لازمني، تمام؟ فبالتالي هنا بدك تتعود إنه الكود تبعك يكون كتير إليجنت في البايثون، وهي الشغلات اللي بتساعدك فيه. فبالتالي هذا الـ IDE بيساعدني في الموضوع بشكل كبير. أنا فعلياً ما استخدمتش الـ VS Code، ممكن منكم اللي استخدم الـ VS Code وبكون هو فعلاً مرتاح والشغلات هاي موجودة فيه، ما فيش مانع، تمام؟ بس أنا بحكي لك عن تجربتي، بحكي لك إنه إيش الشغلات اللي موجودة في تجربتي، إنه الـ IDE هذا كتير ممتاز وكتير بيساعد في كتابة الكود، تمام؟ يبقى هذه الطريقة الثانية في كتابة الكود، وإن أنا بشغل سكريبت as a whole بهذا الشكل، تمام؟ لسه متابعين ولا ضعتوا؟ الطريقة الثالثة جيبيتر، إنه أنا أستخدم النوت بوك، جيبيتر نوت بوك. طبعا هاي جيبيتر نوت بوك، طبعا هاي الباكيج لو ما كانتش موجودة بنزلها. كيف بنزلها؟ بالكوماند برومت، طبعا هذه كوماند برومت عادية بس أنا غيرت الألوان عشان تكون على البروجيكتور واضحة. بيب انستول جيبيتر، تمام؟ هي اوريدي نازلة عندي، ف انه everything is satisfying، فبالتالي انه مش حينزل اي شيء اضافي. فالكوماند هيو كمان مرة امسخ لكم اياه هنا اوضح، pip install jupyter، ومع الجيبيتر هذا بدنا ننزل الجيبيتر لاب النسخة الاحدث، فهي كمان مرة الكوماند جيبيتر لاب. فهي الكوماند هي اوريدي نازل عندي، فبالتالي حيفحص انه هي نازلة مش حيسوي شيء. جيبيتر لاب، او في غلط في الاسم، جيبيتر لاب لازقة في بعض، فبالتالي هنا جيبيتر لاب فيش داش بيناته، تمام؟ فبالتالي هنا انا بنزل النوت بوك انا عندي على البايثون انفايرمنت، سواء كان انا بستخدم بايثون وين بايثون او بيور بايثون، وين ما انت بدك اياها تنزل تفتح الكوماند برومت تبعتها، تمام؟ طيب بعد هيك ايش بتسوي؟ انا لسه هيني على الكوماند برومت، بروح وين؟ على ملف البروجكت اللي هو هاي، لانه انا بدي احطه كله على نفس البروجكت هذا بما فيهم النوت بوك، واحط لكم اياه على مستودع على الجيت هاب. فبروح بعمل سي دي، وين نازل انا عندي البروجكت؟ هيو البروجكت ورك اونلاين دي اس. فبروح باخذ المسار زي هيك، هاي سي دي على المسار هذا، تمام؟ يبقى نازل انا عندي على المجلد تبعي على بي شارم بروجكتس، اسم المشروع اللي هو ورك اونلاين دي اس. بنشوف ايش في انا عندي، هاي هذا الاب 1.py اللي عملناه قبل شوي. بدنا نبدا او نعمل نوت بوك، بروح بكتب جيبيتر سبيس لاب نوت بوك، هذا الكوماند جيبيتر لاب نوت بوك،
ايش بروح بعمل؟ جوبيتر داش. اوكي خلينا نجربه بدون، لانه حورجيكم كيف تشغلوا اللاب. جوبيتر نوت بوك، بروح بفتح لي، بفتح هنا سيرفيس على اللوكال هوست على البورت 80 8888. تمام، وبروح بفتح لي البراوزر مباشره. طبعا هذا الجوبيتر القديم لتري، ايو سلاش تري. كيف اغير على الجديد؟ بروح بحط فوق في اليو ار ال لاب، بفتح لي جوبيتر لاب. ويبدو انه معلق شوي، فممكن انه انا اسكره كنترول سي. اوكي بكتب بس في الكوماند جوبيتر لاب. اوكي هنا نكتب الكوماند جوبيتر لاب. تمام، خليني اضيف لكم اياها هنا الكوماند، انه بس انه انا بكتب جوبيتر انه cd ل project directory، بعديها جوبيتر لاب بشغل اللاب مباشره. تمام، فهنا ممكن افتح نوت بوك، ممكن افتح كونسول، تمام، او ممكن افتح تيرمينال. طيب خلينا بس ثواني، وصلنا عن جزئية النوت بوك. تمام، حكينا كيف ننزل النوت بوك، pip install jupyter بالإضافة للجوبيتر لاب. شو بنسوي؟ نعمل cd للدايركتوري تبع البروجكت، وبعديها بنشغل الكوماند هذا الجوبيتر لاب. تمام، في الجوبيتر في الجوبيتر لاب زي ما هو ظاهر عندك، انه هنا في اللانشر بعد ما يشتغل في امكانية عندي انه نعمل نوت بوك، او انه انا اشغل كونسول، تمام، او اني اشغل تيرمينال او اعمل فايل. احنا اللي حنسويه انه احنا حنعمل نوت بوك. النوت بوك هذا مكون من مجموعة من الخلايا. فكرة النوت بوك هذا انه فعليا انا بقدر اكتب في مكان واحد
كود بالإضافة ل نوتس في نفس المكان وبيحفظ الاوتبوت، ما فيش داعي ان انا ارجع اعمل رن للبرنامج تبعي كمان مرة، تمام؟ فبالتالي في عندي نوعين من الخلايا. خليك معي يا أستاذ لو سمحت، اترك اللي في ايدك. ففي انت عندك الكود وعندك المارك داون، كود ومارك داون. الكود اللي هو البايثون كود العادي، ايش المارك داون؟ نكتب فيها ملاحظات. ايش اللغة هذه؟ زي ما في عندك مارك اب في عندك مارك داون. المارك اب لانجويج ايش هي؟ HTML. تفتح تاج بتسكر تاج، تفتح تاج بتسكر تاج. المارك داون برضو بتعمل تاجينج بنفس الكيفية، تمام، ولكن بأسلوب أبسط. فبالتالي بيستخدموها ديفلوبرز للتوثيق، بيستخدموها ديفلوبرز للتوثيق. يعني بدي أخلي هاي السيل عبارة عن مارك داون وبدي أكتب نوت كهيدر، بروح بعمل هاش introduction to python، فبروح بعمل لي إياها H1، هاش واحدة H1، اثنين هاش، تمام. نكتب variables and expressions. الهاش هي عبارة عن comment، بس بالمارك داون عبارة عن H1، header المستوى الأول. اثنين هي عبارة عن H2 بهذا الشكل. بدي أعمل points، هذا كلام خليني أوريكم إياه هنا على الإديتور. هذا يعني هذا الإديتور على الطول بعمل render بشكل مباشر، تمام. بدي أعمل مثلا هذا header واحد، هنا header اثنين introduction to python. header المستوى الثالث 3 h variables and expressions وهكذا، تمام. بدي اعمل points واروح بحط نجمة. step 1 install the environment، بكتب لي اياها كبوينت. شايف الريندر تبعها وين؟ هنا. بكتب لي اياها كبوليتس كنقاط. الاوتبوت كيف بشوف الخط في الاول؟ ران بالضبط، تمام. هنا هنا حاطي لك فرصه تطبق يا استاذ، بس خليك معايا يعني خذ بشكل عام الشغلات اللي انت ممكن تستخدمها في المارك داون. حاطي لك شغلات بسيطه، واذا لزمت شغلات بعد هيك ندي لك اياها. هنا ستيب 2 run the code، ممكن اعملها على شكل نقاط مرقمه، فبتقول بحكي انه واحد install the package، رقم 2 import the class whatever، تمام. بدي اعمل سطر بيناتهم، فبروح بحط 3 lines بالضبط، 3 داشز بهذا الشكل، فبيصير انا عندي انه horizontal line. فهي مثل ال HTML بالضبط، ولكن انه هي ابسط ومستخدمة على نطاق واسع هنا في الجيت هاب. يعني في الجيت هاب هنا لو انت فتحت اي بروجكت، هذا على سبيل المثال، هتلاقي الريدمي محطوطة بامتداد MD. MD يعني مارك داون، وهو بيصير له الريندر هنا بهذا الشكل. فبالتالي هذا عندي هيدر 1، هذا هيدر 1، وهذا عبارة عن باراجراف عادية. وهنا كيف بدي اعمل لينك، فبالتالي هحط لكم الرابط هنا، تمام. فبتلاقي انه هنا انه مثلا بوضح لي كيف ان انا اعمل لينك، فبتلاقوه انه هنا. في شغلة كتير مهمة، وهذا الكلام انت لما بدك تعمل توثيق، يعني على سبيل المثال بدي اعمل كوماند معينة، فبروح بحطها بالكوتس اللي ميلات بهذا الشكل، سنجل كوتس، شايفينهم؟ تمام. فهذا حيظهر هنا. فالكوماند هو عبارة عن مثلا python app1.py، فبالتالي شايفة كيف
شايف كيف هنا عملوا ككوماند؟ لو بدي اعمل مالتي لاين كوماند فبروح وين؟ بروح اعمل تريبل كوتس وبعمل مالتي لاين كوماندز فبتكون بهذا الشكل. اول خطوه انه اعمل سي دي للبروجكت دايركتوري، الخطوه الثانيه اعمل بايثون انستول باكج، الخطوه الثالثه انه بايثون اب 1.py. فبالتالي الريندر تبعهم شايفه كيف انه عامل لي اياهم ككوماندز، تمام. فالمارك داون سهله جدا وهي لغه منتشره بين الديفلوبرز انه انت توثق فيها الشغل تبعك، وراح نستخدمه في النوت بوك على نطاق موسع، تمام. نرجع هنا للنوت بوك، فهنا introduction to python، هنا variables and expressions بهذا الشكل. حكيت انا عندي بشكل اساسي انواع اساسيه اللي هو primitive data types في البايثون اللي هي الانتجر والاستيار او الفلوت والاستيار. نعم الانتجر انت اختصارا للانتجر، فلوت مثل ما هي بتنكتب فلوت، والاستيار هو السترينج، تمام. كيف البوليان؟ لا هي في بوليان، ترو فولس عادي. تمام طيب حكيت هذا انا بدي اعمل له رينيم هنا ونحكي انه 01 للنوت بوك، تمام. فهنا قبل ما احكي على الفاريبلز والاكسبريشن انه خليني اكتب خليه كود، فبالتالي هذه run وهنا هذه الخليه كود وهنا print hello world، فهي النتيجه تبعتها بهذا الشكل. هنا بدك تتعود في السيل انه لو كان في انا عندي سنجل ستيتمنت وفي لها بترجع قيمه، تمام، فبتروح تظهر انا عندي في الاوتبوت. لو اكثر من ستيتمنت ساعتها بعمل برنت. يعني على سبيل المثال هي انا عندي اكس بتساوي 10، تمام، بدي اشوف قيمه الاكس بحط بدون برنت، وهذا الكلام موجود انا عندي في الشيل. لما اعمل اكس بتساوي 10 وهي الاكس بروح بجيب لي القيمه تبعتها بهذا الشكل. الان لو كان في عندي اكثر من ستيتمنت، يعني هاي اكس بتساوي 10 واي بتساوي 20، تمام، وهنا حطيت الاكس والواي لا بظهر لي اخر ستيتمنت، فعشان هيك اذا بدي اعمل مالتيبل ستيتمنتس لازم احطهم في جمله برنت. هذا الكلام وين؟ بس في الجوبيتر، بس في الشيل، تمام؟ لكن هنا خلاص يعني لازم اتعامل دائما مع البرنت، لازم اتعامل دائما مع البرنت، تمام؟ بس هنا انا بوري لك الفروقات بين انه انت تستخدم الاي دي اي وبين انه انت تستخدم النوت بوك، انه انت تستخدم الاي دي اي وانه انت تستخدم النوت بوك، تمام؟ فبالتالي انه انا عندي الجوبيتر هو عباره عن سلسله من الخلايا بهذا الشكل، تمام. الخليه هذه ممكن تكون عباره عن مارك داون او تكون عباره عن كود وبحفظ النتيجه، تمام. لو اجيت فتحتها بعد هيك بلاقي النتائج هذه محفوظه. يعني على سبيل المثال لو عرفت الزي تساوي اكس زائد واي وهنا بدي اشوف القيمة تبعتها،
هاي 30. هاي بدي اعمل سيف وبدي اسكره. وهذا النوت بوك هنا بروح على التاب هذا بعمل له شت داون وبرجع بروح برجع هنا بدي اشغله مره ثانيه بلاقي النتائج هاي محفوظه. هادي كتير شغله مهمه بالنسبه لي ومهمه بالنسبه لنا في الداتا ساينس، لانه انا عندي عملت الموديل واشتغلته على الكلاود بشتغله عاده بنظام النوت بوك، فبالتالي البلوتس والمودلز انا بدي اياها تكون محفوظه، بدي اظهرها فقط، فبتحفظ النتائج تبعتي في النوت بوك، بتحفظ النتائج تبعتي انا عندي في النوت بوك. تمام. التغيير على الفاريبل الاول اكس 10 وين احنا غيرنا؟ في اي خلية؟ هاي مرقمات 1 2 3 رقم 2 هذا تغيير؟ انا مجرد عرفته. فيش عندنا تايب انه انت بتعرف انتجر اكس وبعديها انه وينها 15؟ اكس بتساوي 10. اه وينها صارت اكس بتساوي 15؟ هنا هنا هنا. اه يعني بدك تغير على القيمه تبعتها. اه هاي 15. هاي ران مره ثانيه وهذه بدك تشغلها مره ثانيه بتتغير على الفاليو. فهنا الخيار انه انا عندي مجموعه من السيلز ممكن اشغل اي واحده بشكل اختياري ما دام انا علمت على هذه بعملها ران زي هيك. تمام. فيش داعي انه انا ارجع اشغل اللي فوق وارجع اشغل اللي تحت. فبالتالي هذه شغله كثير مهمه، بشغل سنيبت اوف كود بدل ما اعيد تشغيل الكود كله. هذه الشغله مش موجوده عندي هنا في الاي دي. بدي اشغل بقدرش اقول انه والله هذه الستيب خلصتها وبتاخذ وقت كتير، ولو بدي اضطر اعيد اشغل حتضطر انه انا اعيدها كمان مره بتاخذ نص ساعه. خلص هذه شغلتها، بجرب في الجزئيه اللي تحت هذه بس بشغل هاي الجزئيه مش موجوده في الاي دي اي او في انه انا اشغل الكود كله كسكريبت، لكن كنوت بوك موجودة. تمام؟ طبعا لما انت تكون في عندك هنا مثلا لوب بتلف على array 100,000 dimension تمام؟ وخلصتها انت اخذت معك نص ساعة، فيش داعي انه انت ترجع تشغلها لانه انت بتكون مشغلة عندك في النوت بوك هنا خلاص والريزلت اجت. فهذه بدك تعيد تجرب فيها، بتجرب تحت تعمل ران للسيل. انت في عندك امكانيه هنا انه انت تظهر الاسطر تمام. فبالتالي هنا لو صار في عندك ايرور معين ممكن انه انت تتبع ايش هو السطر اللي موجود فيه الايرور، وكل سيل مرقمه. فانت عندك السيل الاوتبوت تبعها، السيل هذه مالهاش اوتبوت، هذه هي اوتبوت تبعها. فهي انا عندي 2 وهنا 2. والاكثر من ذلك انه على سبيل المثال انه هاي بدي اغير مكانها بس مجرد انه بعمل دراج ودروب زي هيك. خلاص هاي بدي الستيب هذه تشتغل قبل الستيب هاي، بيدي لك فليكسبيليتي اكثر انه انت تتعامل مع الكود. فعليا لو انت قرات هذا الارتكل هنا طبعا هذا الارتكل من مدونه ثانيه تمام. الارتكل هذا انه لو احنا فعلا فكرنا بايش اهم اداب برمجيه خلال العشر سنوات الماضية اللي فعلا بتديني هاي المرونة كلها، فبتلاقي فعليا انه هو بفكر ايش ممكن تكون هذه الاداة. ففي خيارات كتيرة مثلا زي الباندوك، تنسر فلو، هل هو اعظم اداة برمجية فعلا ولا البايثون في حد ذاتها ولا الرياكت ولا السايكت ليرن؟ فعليا لو انت رجعت المرونة اللي بتدي لك إياها النوت بوك بتلاقي فعلا أنه هي أعظم أداة برمجية خلال العشر سنوات السابقة. طبعا هذا ما بقللش من أهمية الشغلات الثانية، بس بيورجي لك كيف أنه أنت بتتعامل مع البرمجة بأسلوب مختلف ثاني خالص، لأنه فعليا هذا بمكنك أنه أنت تشتغل بايثون على الكلاود باستخدام النوت بوكس، وهذا المطلوب بالنسبة لإلنا. لأنه عندك هنا
ممكن انه انت تكتب بايثون كود على المايكروسوفت ايجور سيرفيس تمام تدعم البايثون، او ممكن تستخدم سيرفيس زي الفلودي هاب هذه سيرفيس مدفوعه، او تكتب كيرنلز على الكاجل اللي احنا هنستخدمها في هذا الكورس فعليا، او تستخدم الكولاب جوجل كولاب. خليني اورجيكم على سبيل المثال جوجل كولاب وهي هذه الاوجر. فبالتالي هنا بعد ما انا ادخل بحسابي فعليا بدخل هنا على البروجكتس اللي انا شغال عليها، وبختار انه انا اعمل بروجكت جديد انه يكون بابليك. خليني افتح بروجكت مفتوح موجود سابقا، هذا هو البروجكت. لو فتحته هذا هو فعليا عبارة عن نوت بوك زي اللي احنا نستخدمه بالضبط. فبالتالي هي عبارة عن سيل، هي الاوتبوت تبعها وهكذا بهذا الشكل. وهنا الكولاب، الميزة في الموضوع هنا في الكولاب انه انا بقدر استخدم التنسور فلو، بقدر استخدم الجي بي يو تمام على الكلاود فور فري. يعني المواصفات اللي موجودة هنا احسن من اللابتوب تبعي بكتير. يعني هذا عبارة عن تيست لنوت بوك بهذا الشكل تمام. فبالتالي عندك هاي الخلية والاوتبوت تبعها، الخلية والاوتبوت تبعها نفس النظام بالضبط. فانت اذا تعلمت على هذا الاسلوب ساعتها بتقدر انه انت تشتغل بايثون على الكلاود سيرفيسز بهذا الشكل. هنا في الران تايم لو حددنا الران تايم تايب، هنا بختار انه انا بدي اياها جي بي يو ولا تي بي يو، تنسور بروسيسنج يونت هنحكي عنها تمام. اذا كانت نان بتكون سي بي يو عادي. ففعليا النوت بوك جيبتر كتير شغلة مختلفة عن لغات البرمجة الثانية فعليا تمام. فبالتالي في البايثون الملخص انه انا بقدر اكتب كود بثلاث طرق تمام. افضل طريقة بالنسبة لي انه انا بستخدم النوت بوكس بشكل كبير. طيب خلينا نرجع هنا على الجيبتر ونعمل ملف جديد نوت بوك ونسميه هنا رينيم 02 بايثون او variables. expressions. طبعا امتداد هذا النوت بوك دائما وابدا i b y and b interactive python notebook i b y and b i interactive b y python and b notebook تمام. هذه ممكن اسكرها زي هيك، هذه اسكرها. فبالتالي هنا بنروح على الدرس هذا بنحطه كمارك داون وبنحكي هنا الفاريبلز and expressions في البايثون. ففعليا البايثون البريميتيف داتا تايبس اللي احنا حكينا عنها انه احنا عندنا int float str بالاضافه ل boolean. فبالتالي في البايثون انا فيش عندي فيش داعي انه انا اعرف التايب. كيف بيعرف التايب؟ البايثون بيقول لك انت كمبرمج ريح راسك من الشغله هذه، خلاص انا بعرف لوحدي. كيف بعرف لوحده؟ من خلال الفاليو. فبالتالي هنا لو حطيت اكس بتساوي 10 تمام؟ وهنا حطينا كيف بدنا نعرف التايب تبعها؟ هاي تايب اكس بروح بحكي لي انه التايب تبعها انتجر. هي عباره عن كلاس. فعليا هذا انت لو حطيته هنا في الشيل فبيجيب لك اياه انه class int، لانه هي عباره عن
Object Oriented Programming Language تمام وكل حاجة بترجع في النهاية عبارة عن Class. طيب هذا الـ X ممكن نحول الـ Type تبعه؟ كيف؟ مغير الـ Value ببساطة هذا Casting هذا اللي اسمه اللي انت بتحكيه اسمه كاستنج انا بحكي انه هل فعلا انه انا ممكن احكي انه الاكس بتساوي اي بي سي ارجع احكي انه اي بي سي سترينج ونشوف التايب تبعها فحيتغير ل اس تي ار بقول لك ريح نفسك انا بعرف التايب لوحدي تمام فبالتالي هو الدايناميك فيش داعي انه انت توجع راسك من بموضوع التايبس خلاص انا بعرف التايب لوحدي لو حطينا اكس بتساوي 10 وبعدين ايش؟ هيك بدك؟ نفس الشيء هيك قصدك؟ نفس الشيء فبياخد التايب من اخر فاليو باخد التايب من اخر فاليو طب لو حطيت الاكس بتساوي 10.0 صار فلوت حتى لو كان انا عندي في الفلوتينج بوينت انا عندي 0 فبالتالي التايب تبع الاكس فلوت تمام حنصله بالتدريج خليك معايا بس حنصله بالتدريج طيب بخصوص الاكسبريشنز هنا هذه عبارة عن بالمناسبة أنا بكتب كومنت بالبايثون هاش نعم لو هذه بدي اعملها مالتي لاين كومنت بعلمها زي هيك كنترول سلاش لو بدي افك كمان كنترول سلاش وهذه الشغله موجوده كذلك في البي شارب نعم فهذه عباره عن برنت ستيتمنت تمام طب هاي هذه عبارة عن assignment لو سمحت حط لي 10 الفاليو 10 في الاكس احنا فعليا نطلب منه يحجز مكان في الذاكرة تمام ويحط فيه الفاليو 10 طيب وفي انا عندي الواي بتساوي الاكس زائد 3 هذا عبارة عن expression زائد assignment and assignment وين expression x زائد 3 هذا expression تعبير رياضي تمام والفاليو الناتج بنعملها assignment في الواي فهذا عبارة عن expression زائد assignment تمام؟ طيب ممكن نشوف الادرس تبع الاكس في الذاكرة ID X قديش؟ هذا الرقم طيب x بتساوي 20 او x زائد 1 هي كانت قيمتها 10 بس احنا غيرنا على الفاليو وهي شوف القيمة تبعتها فعلا اتغيرت وشوف لي الادرس تبعها نفس الادرس لا مش نفس الادرس
فبالتالي انا عندي البريميتيف داتا تايبس في البايثون اميوتابل. ايش يعني اميوتابل؟ بالضبط. فايش بروح بسوي؟ غيرت على الفاليو فبروح بحجز مكان جديد في الذاكره، تمام؟ فبالتالي بيصير عندي ادرس جديد وبحط فيه الفاليو الجديده، وبهيك هو بيقدر يحافظ على الدايناميسيتي تبعت اللغه، انه حتى لو تغير التايب خلاص مش مشكله، انه انا بتغير انا عندي الادرس في الذاكره. فهي التفصيله كشغله دقيقه في البايثون يفترض انه احنا نكون عارفها، تمام؟ طيب هاي بالنسبه للفاريبلز والاكسبريشنز، بس بدنا نضيف جزئيه متعلقه بالنيمينج كونفنشن. نعم. ممكن انا كيف؟ هاي هذه اي دي. بالعكس. الفاليو مش عارف، بعرفش اذا في البايثون لا، اذا انت بتعرف احكي لنا. بده يفهم ايش اللي بيصير بالضبط. طيب بخصوص النيمينج كونفنشن، هذه شغلة أساسية أنت عندك مش بس في البايثون، في أي لغة برمجة، إنه أنت لازم إنه for verbs for variables بستخدم noun phrase، noun أو noun phrase. For functions أو methods في البايثون كذلك تسمى function أو method، بستخدم verb phrase. هذا النظام لازم تمشي عليه، يعني إنه أنت تستخدم x بتساوي 10، تمام؟ حتى لو أنت كنت لحظتها عارف، هل جيت إحنا في ظل كم المعلومات اللي بيجي علينا بكرة بالكتير حتكون ناس الموضوع، وهذا مش اسلوب صح، لانه انت متبرمجش لوحدك، انت بتبرمج من خلال تيم، فلازم النيمينج كونفنشن انه انت تستخدمه بشكل صحيح، لازم يكون النيم بدل على الفاريبل. فبالتالي هنا لما تحكي car speed تساوي 100، هذا good name noun phrase car speed، خلاص واضحة زي الشمس انه هذا الفاريبل مخزن فيه سرعة السيارة، تمام؟ speed لكن لما تحكي لي انه cs بتساوي 120، هذا عبارة عن bad name، تمام؟ student name او id، خلاص واضح انه هذا اسم الطالب. ممكن تستخدم اسلوب ال underscore في النيمينج، تمام؟ او تستخدم الكامل. كيف الكامل؟ student name. انا مفضل هذا الاسلوب، ليش؟ لانه readable بالنسبه لي، يعني هذا انا بقراه بسهوله اكثر ما اقرا هذا، هذا بطول اكثر وانا اقراه. في ناس ثانيه بتقول لا، انه انا بدي انه نعمل capitalization كل اسم، انه انت حر، انت حر، لكن انا بالنسبه لي هذا الريدبل اكثر. تمام. في لغات بتحب زي ما انت بتقول عنه ريدبل، بتحب ستايل معين، في لغات بتحب ستايل معين، الدارت بتحب كتابه. انا بحكي عن المبرمج نفسه، انا بحكي انت بتكتب كود للمبرمجين او للتيم تبعك. انا بالنسبه لي انا بفضل، يعني انا لو كنت التيم ليدر خلص كل التيم لازم يشتغل زي هيك،
تمام؟ في الدات حيجيب لك زي وورد انه تغير الاسم. نعم. انا نفس الاسلوب بحب البس انا بقول لك خلاص ليجنور هذا الوورد. طيب. تمام. نيجي للفانكشن. هنا بدي اضطر ان انا اعرف فانكشن بشكل سريع لانه احنا حنرجع لها حنتوسع فيها بشكل كبير تلزمنا لانه احنا حنعمل هيلبر فانكشن او يوتيليتي فانكشن كثيره. فكيف بعرف فانكشن ديف اف واحد تاخدش باراميترز نقطتين وبحط بس. بس يعني هذا عباره عن امتي ستيتمنت لانه انا مستعجل بديش انا احط امبلمنتيشن لها فبالتالي هذا عباره عن امتي فانكشن فهذا هيك خلاص باد نيم. جرب كمان واحده ديف سبيد برضو هذا الكلام نفس الفكره انه باد نيم. شو السبب سبيد؟ ايش يعني بتعمل سبيد؟ لكن لما تيجي هنا تقول لي انه get speed بتصير good او speed up برضو بتصير speed up في حد ذاتها verb phrase الاثنين انه verb phrase او انه increase هذا عبارة عن verb phrase. تمام؟ فهذا النظام خلاص بدك تمشي عليه في النيمينج كونفنشن. يبقى الجايد لاينز انه انت الفاريبلز ناون فريز بتدل على شو الفاليو تبعت هذا المتغير وفي الـ في الـ في الفانكشنز فيرب فريز. ليش فيرب فريز؟ لانه عاده الفانكشن بتعمل اكشن لازم تحطها فيرب فريز. كيف؟ ايش ال وين الباص؟ سطر ايش؟ الباس؟ انت مش باس هاي باس. الباس هنا انه بدي اعمل empty statement. يعني بمعنى انه هنا لو حطيتها فاضية زي هيك وشغلت بقول لي syntax error. انه انت معرف function ومش حاطط لها body. لانه فعليا احنا فيش عندنا begin و end انه goes للbegin و goes للend. الله يعطيك العافيه. لا لا انا كنت بدي اشوفك في البريك انا كلمتك بس شوف خلاص ماشي الحال. الله يعافيك. فكيف بدي اتخلص منها؟ فبروح بحط بس تمام. طيب هيك بنكون خلصنا اول جزئيه. بنروح هنا على الجزئيه الثانيه نعمل نوت بوك جديد وبنسميه 02 ايرورز ان بايثون. هذه الشغله مهمه جدا لانه انا بدي اياك تعتمد على نفسك في الموضوع ف شوف ايش هي انواع الايرورز. فهنا ايرورز ان بايثون حقيت اول ايرور حيمر معانا عشان تعرف ايش المشكله بالضبط لانه انت حتعمل ديبج بنفسك اللي هو السينتاكس ايرور. فتيجي على سبيل المثال تحكي له print x خلينا نكون معرفين الاكس بتساوي 10 وهنا بتقول له print للاكس فهنا بروح بطلع لي سينتاكس ايرور.
syntax error بيكون في عندك إشي ناقص في اللانجوج. جوس مش ناسي إنه أنت يعني ناسي إنه أنت فتحته ناسي إنه أنت تذكره. if statement مش كاتب لها condition. نقطتين في الفانكشن انت ناسي انه انت تحطها، فبالتالي هذا عبارة عن سينتاكس في السينتاكس تبع اللانجوج، فهذا سينتاكس ايرور، فبالتالي انت بتعرف انه صحيح انه انا في عندي مشكلة هنا بتحلها. لازم اقرا الايرور لانه احنا في التطبيق العملي هنا ما تجيش ترفع ايدك تقول لي تعال شوف ايش المشكلة بدون ما عندنا تستنفذ كل المحاولات. الشغلة الثانية اللي هي النيم ايرور، بقول له هنا print للواي والواي هنا انا ما عرفتهاش سابقا، فبحكي لي name error انا مش عارف الواي، why is not defined، فهذه ممكن تصادف انه انت تعمل print لفاريبل انه ما كنتش انت معرفه او السكوب تبعه مختلف. هاي السكوب ممكن انت تقع فيها انه انت بتكون معرفه في سكوب معين بتيجي بتطبعه برا بيقول لك انه هو مش قادر انه يتعرف عليه name error، فبالتالي هذا المتغير مش معرف اصلا. كيف بتنحل؟ انه واي بتساوي 10 برنت واي، خلاص انه هيك بكون عارف المتغير هذا. تمام. طيب في عندي نوع ثالث من الايرور اللي هو لما اجي احكي هنا اي بي سي زائد 10، ايش نوع الايرور؟ تايب ايرور، لانه تايبس مختلفه، فبحكي لي هنا تايب ايرور. بقدر اعمل يعني بقدر اعمل كونكاتينيت سترينج مع سترينج مش انتجر، هيك بصير جمع. انتجر مع فلوت بصير جمع بيقبل، تمام. لكن هنا التايبس مختلفه، فنوع الايرور تايب ايرور، فبالتالي بعرف انه انا بعمل عمليات على تايبس انكومباتبل مع بعض العمليات هاي عليها. تمام. وفي عندي على سبيل المثال انه بعرف ليست بشكل سريع اكس بتساوي بفتح قوس هي 1 3 10، فهي عبارة عن ليست. تمام. وهنا بحكي انه x of العشرة مش موجودة، ايش الايرور؟ index error، index error. وفي ممكن نفس الليست ممكن احكي x.index بطلب منه الاندكس لفاليو معينه. تمام. الفاليو هذه على سبيل المثال 2 مش موجوده، فبحكي هنا 2، فبحكي لي الفاليو ايرور. ليش؟ لانه الفاليو هاي مش موجوده في الليست، فبالتالي زي ما انت شايف كل الايرورز ريدبل ويعني سهله انه انت تتعامل معها. تمام. هاي الايرورز الأساسية. هيك بنكون خلصنا الايرورز، بدنا ننتقل الآن على decision. هذه هي فعليا ممكن استخدمها في الاكسبشن، فبالتالي هنا بعمل اكسبت، هذا الكلام حناخده في decision. فخلينا نعمل نوت بوك جديد ونسميه زيرو ثلاثة decision. الديسيجن هنا عشان تكون الأمور واضحة إنه عادة الكود يا اما سيكوينشال او
repeated أو النوع اللي قبل اللي هو conditional. الأكواد أنا عندي ثلاث أنواع أو الكود أنا عندي يا إما بيكون sequential أو conditional أو repeated زي وصفة الطبخ بالضبط. تمام؟ هذا الكود sequential. هاي بدي أحطه هنا، هذا عبارة عن sequential code. ممكن أشغله وأدخل هنا input. على فكرة بالمناسبة هنا في الجوبيتر بحكي له هنا أحمد enter، وهي الأوتبوت تبعه، هذا sequential خطوات. وهنا بدي أظهر أرقام الأسطر، فبالتالي أنا عندي مش حينفذ السطر 2 3 إلا لما يكون مخلص 2. بخلص 2 بعديها بيروح على 3 بعديها بيروح على 4 بعديها بيروح على 5. تمام؟ هذه خطوات متسلسلة، بينفعش إنه أنت تعمل خطوة إلا ما تكون عامل الخطوة اللي قبلها بالضبط. زي ما بدك تيجي تعمل كيكة بالضبط، بينفعش إنه أنت تحط حليب قبل ما تحط البيض. لازم تحط البيض بعديها بتحط الحليب. سيكونشن. تمام؟ نيجي الآن للكونديشنال. الكونديشنال اللي هو شرطية، زي ما أنت بتيجي في وصفة الطبخ بتقول إذا أنت حسيت قوام الكيكة محتاج إنه أنت تحط له دقيق، فبتضيف شوية مية أو بتضيف شوية دقيق أو بتضيف، فبالتالي حسب كونديشن معين. والريبيتد ضلك اخفق لغاية كونديشن معين، ضلك اخفق لغاية لما كل الخليط يصير يعني القوام تبعه. تمام؟ لغاية لما تصير كيكة. فالآن شفنا السيكوينشال، نشوف الكونديشنال. في الكونديشنال أنا عندي one way decision. في ال one way decision إنه على سبيل المثال x بتساوي 10، بنقول له if ال x أكبر من 3 بروح بطبع إنه pick. هذا one way. لاحظ إنه أنا عندي هنا هاي ال f هاي ال condition، وهنا أنا عندي ال intendation ال colon. هاي ال colon أنت معناها إنه أنت بدك تحدد إنه أنت عندك منطقة أو البادي تبع ال f بتحدده بالintendation. ممكن يكون one statement أو many statements، يعني هاي فيها statement واحدة وهنا print it is big، فبالتالي 3 و 4 هدول تبعين للإف، وهنا print done sequential. 5 sequential دائما تشتغل. فبالتالي هاي sequential رقم 1 sequential، رقم 2 conditional. هي بتحدد الكونديشن بس هي سيكوينشال. دائما لازم تتنفل، دائما لازم تفحص الكونديشن. 3 و 4 كونديشنال، 5 سيكوينشال. هذا one way. فبالتالي انت بتحدد انه اذا كانت ترو اعمل لي هيك، غير هيك خلاص برجع على المسار الطبيعي او المين فلو تبع البرنامج تبعك. تمام؟ فهذا الناتج تبعها قديش او ايش؟ big it is big with done، دائما انه هي طالعه. وهذا الكلام لو حطينا الاكس 2 فحيطبع done لوحده بالضبط. يبقى هذا one way. عارفين ليش سميناه one way؟ لانه if فقط. فبالتالي اذا كانت true بتنفذ، ما كانش true ما بتنفذش. في المقابل بدنا نشوف التو way كسنتاكس كيف شكله.
هنا بروح بضيف else print small. نفس الفكرة ممكن أعمل multiple statements إنه it is small. فبالتالي هنا two-way decision يا هاي يا هاي، بمعنى آخر يا 3 و 4 يا 6 و 7. هاي المقصود بالtwo-way decision، يا 3 4 يا 6 7. فبالتالي يا إما هاي أو هاي، هاي حتنطبع إنه big it is big، ولو غيرنا الفاليو هنا حطيناها 2 بصير إنه small it is small. مالتي واي، فبتكون انه اف الس او الف بهذا الشكل. هاي حنشوفها الان. فهذا تو واي ديسيجن، وهنا في عندي مالتي واي ديسيجن. في المالتي واي ديسيجن بيكون انا عندي اف الس، وفي الالس هاي بروح هنا جوا بحكي اف كونديشن معين، مثلا انه الاكس اجيت هنا. خليني بس ارجع للمنطقة هاي انه عشان أأكد على نقطة معينة هنا. اجيت انا مدام دخلت المنطقة هاي، اذا كان ترو معناها بكون انه ضامن انه الاكس اكبر من 3. هنا في الالس اذا دخلت المنطقة هذه ايش بتكون؟ الاكس أقل من أو تساوي 3، الحالة المغايرة الإلس. فبالتالي هنا فعليا إنه الإكس أكبر من 3. فبالتالي إذا دخلت المنطقة هذه معناها أنا ضامن إنه الإكس أقل من أو تساوي 2. فبالتالي بدي افحص شرط معين انه انا ضامن انه هي اقل من 2، بدي اشوفها اقل من 1. فبروح بطبع انه لاحظ الانتنديشن انا عندي زاد، لانه انا عندي الس اف بهذا الشكل. تمام؟ فهنا ايش حيطبع؟ هذا الشرط مش حيتحقق لانه مش اقل من 2، فحيطبع الضن بس بهذا الشكل. هذا الكود لو انت جيت اطلعت عليه يعني ممكن انه ينكتب بطريقة إليجانت اكتر، اللي هي انه هنا بدل ما انت تحكي else if، زي ما انت يعني language هاي بالمناسبة الهدف تبعها انه انت تتواصل مع الكمبيوتر. احنا ما وصلناش لمرحلة انه الكمبيوتر يجي يحكي معاي ويقول لي انت ايش بدك في راسك، خليني انا اكتب لك برنامج. لا، انت بدك تحكي مع الكمبيوتر باستخدام لغة برمجة، زي ما انت بدك تحكي مع الاسباني بالاسباني وتحكي مع الانجليزي بالانجليزي. وبالمناسبة اللي بيحكي بايثون بيسموه بايثونيستا. بايثونيستا، خلي بالك مش فاشينيستا، بايثونيستا يعني حاجة برستيجس خالص. يعني بدل ما انت تيجي تحكي في اللينكدين عندك في التايتل انا بايثون ديفلوبر ولا بايثون بروجرامر، يعني حاجة يعني تروح تحكي بايثونيستا. التايتلز هذه عندنا مهمة كتير. تمام؟ بدل ما انت تيجي تحكي انا ماشين ليرنينج انجينير ولا داتا انجينير، تحكي داتا ساينتست. يعني شغلة انه تمام. فبالتالي هنا اللغة الهدف تبعها انه انت تتواصل بسهولة، وهذا الكلام انت بتستخدمه في الناتشورال لانجوج اللي هي اللغة. لما تيجي تحكي مع تشات مع زميلك ايش كيف بتحكي؟ تحكي اختصارات كتير، بدل ما تحكي بدي اروح تحكي له بدي اروح. تمام؟ بسألك، تحط دال بس واسألك. وهنا نفس النظام، بدل ما تحكي else if elf، وهذا الكلام بيصير ملوش لازمة، وهذا الانتنديشن بيرجع بقل زي هيك.
قارن هذا الكود. نعم. كيف؟ ممكن ليش ايرور؟ كيف؟ صحيح مزبوط. فهنا بدي اقول الكونديشن هذا اللي احنا كنا حاطينه هنا بده يصير هنا x اقل من واحد او and فيش مشكلة يعني. تمام. فهذا يبقى انا عندي f else، وفي الelse هنا ليش سميناه multi way؟ لانه في عندي condition تاني، وهنا ساعتها بنصير نحكي انه else اللي هو الخيار الثالث انه print not small not big، يعني شغلة بين الواحد والثلاثة، أو نقول هنا between الواحد and three. كيف؟ لا، إحنا إذا دخلنا المنطقة هاي بيكون أقل من أو تساوي الاثنين. تمام. اقل عفوا هنا انه احنا ضامنين اقل من او تساوي الاثنين، فبدنا نشوف انه هل هو اقل من الواحد. بنطبع هذا الكلام، كان else بيكون هو اكبر من الواحد بس في نفس الوقت اقل من الثلاثة. عفوا هذه اوكي هاي ثلاثة، انا اتلخبطت. تمام. فهنا هاي الالس لمين؟ دائما الالس بتكون لاخر اف، الالس بتكون لاخر اف. تمام. يبقى هاي الاف هذه الالس تبعها، هي هنا في حاله كانت ترو، هنا في حال كان فولس. هذا في عندي شرط ترو، في حال كان فولس بيكون انا عندي موجود هنا الالس. ايش مين اللي بيسال؟ وصلت؟ طيب اخر حاجة في الديسيجن حنحكيها اللي هي الاكسبشنز. الاكسبشنز انا بحب اني انا اصنفها ضمن الكونديشنال اكسكيوشن. ليش؟ لانه التنفيذ تبعها حسب شرط، حسب كونديشن، فعشان هيك هي كونديشنال. يبقى التراي الاكسبت الحالات الاستثنائيه بتتنفذ عند حدوث الاستثناءات اللي هي عباره عن شروط معينه. طيب نعم، هنا الاكسبشن ممكن انه الاستثناءات بتصير معايا انه حسب الشغلات اللي انا بتوقعها. يعني على سبيل المثال يا اما بتكون عباره عن مدخلات خاطئه من المستخدم، يا اما المستخدم اصلا في حد ذاته هو بيكون بيتفزلك. تمام. او انه في حالات معينة edges يعني ممكن انه هي تسبب خرابا عندي في البرنامج. يعني على سبيل المثال هاي name بتساوي input enter your enter a number. تمام. وهنا عفوا هنا انه بدل name بتصير هنا number عشان naming convention. طبعا هو بياخده كسترينج، فبالتالي هنا هذا النمبر كrepresentation تبعه str. فهنا النمبر كانتجر بتساوي انه int للنمبر str. وهنا print للنمبر.
فهنا بحكي لي دخل رقم، فحكيت له 20، عمله بارس. لا ثواني بس لازم اعيد التشغيل من اول وجديد. كيرنل ريستارت. هنا 20، فهي عمل بارس هيك نورمال، فيش مشاكل. نيجي للمستخدم اللي على نياته، نيته سليمة. اجيت بدي ادخل 20، بدل ما احط زيرو انا عندي الداش جنب الزيرو زي هيك، طلع انا عندي ايرور. بالنسبة للمستخدم العادي بكونش عارف ايش هو، تمام. ونشوف النوع الثالث من المستخدمين اللي هو بتفزلك اصلا، بقول دخل رقم، فايش حكيت له؟ 40. شو بدك يعني ادخل رقم؟ هاي رقم. بيجي على البرنامج تبعك بده يشوف انه انت تدخل، بدي اشوف البرنامج تبعك، وبكون مستخدم يعني مشاغب هاكر، سمي اللي بدك اياه، تمام. فبهي شايف البرنامج تبعك بيعمل كراش، فبدنا نعمل هاندل لهدول الاكسبشن بغض النظر عن المستخدم سواء كان نيته سليمه ولا نيته نعم. فبنحكي هنا تراي، لو سمحت جرب انه انت تاخذ المدخلات هاي، ما دام انا عملت نقطتين هذا بده يصير الانتنديشن تبعه زي هيك، تمام. وهنا بدي اقول له اكسبت نقطتين، هنا print error in input. فهنا بدخل 40، هذا ال error message ما صارش crash للبرنامج تبعي، وفي نفس الوقت طلعت user friendly message انه صار مفهوم انه في error في ال input بالضبط. يبقى هذا الاكسبشن، هذا لناس مبتدئين، فبالتالي هنا بدي اكرره هنا، فبدك تقول هنا اكسبت وبدك تحط نوع الايرور. نوع الايرور حسب الايرورز اللي مرت علينا سابقا، تمام. يعني هنا الايرور كيف بدك تعرفه؟ يعني انت لما تعمل بارس لانتجر، يعني السترينج انه انت تعمله كانتجر، هذا بيكون فاليو ايرور، لانه الفاليو فيها مشكله حسب ما اعتقد يعني. فهنا فاليو، او خليني انا اشوف ايش السبيلنج تبعها بشكل صحيح. فال الفي كابيتال كانت، هنا الايرورز بتكون كابيتال عاده، انه هنا فاليو ايرور هو هذا value error. هنا بحكي له انه ال input must be numeric، هاي واضحة اكتر، انه هو بيعرف انه المدخلات لازم تكون عبارة عن ارقام. فبالتالي هنا لما ادخل 40 طلع لي الرسالة، لا انا ما حطيتش، المفروض اعمل انتر، انا متعود على كيرنل ريستارت. هنا
هنا لو حكيت 40 المسج بتقول انه input must be numeric. الحلو في الموضوع هنا انه انا ممكن اعمل اكتر من exception. فهنا except اضيف except تاني انه division 0 division error تمام واحكي هنا print. فبالتالي هنا عادة أسماء الاكسبشنز هي بتكون نفسها الايرور فحسب نوع الايرور تمام. فلو كان أنا عندي أكثر من ايرور ممكن يصير معايا هنا بالضبط. فهنا لو هذا بدي أقسمه على زيرو هنا بعمل print إنه number تقسيم زيرو. لو صار ايرور في هاي الشغلة فهنا بده يصير إنه زيرو division error وهنا no can not divide by zero. هاي مثلا 20 zero division error name error. هاي مش مكتوبة السبيلينج تبعها مش صحيح. لا zero division error. هنا نشغل كمان مرة ونحط 20 كمل لغاية هنا طبعا 20 بس عند المنطقة هذه تقسيم 0 كان cannot divide by 0 لو ولا شغال. فهنا لو دخلت مثلا 40 بروح بشغل الاكسبشن الأول. كيف؟ كيف يعني؟ هنا اول ما يكتب الماس يقول له اكتب الاكس اكبر من زيرو او اكس انتجر او هذاك فاليديشن على الفاليو ممكن انه انت تعمله فاليديشن على الفاليو انه بدك تشوف ال هنا 40 بيشتغل معاك الاكسبشن الاول. فبالتالي هنا هاي الاكسبشن الاول وهي الاكسبشن الثاني cannot divide two exceptions شغالين معاك. اما الفاليديشن على الفاليو ممكن ان انت تفحصها باف ستيتمنت تمام بهذا الشكل. طيب خلينا نتوقف هنا والمره الجايه ان شاء الله بنكمل اكثر في البايثون. نعم كومبايل يعني تعملها كومبايل الاثنين سوا تقدر تعمل كومبايل. نعم اجيت حورجي لك في كوماند انه انت ممكن تقدر من خلاله انه انت تعمل كومبايل لك كود. لا بتقدر انه تشوفها انه هي للجافا اقرب لانه انت في عندك بايثون انتربريتر او بايثون انتربريتر ممكن تعتبره اللي هو زي الجافا فيرتشوال ماشين عشان هيك انه هي كروس بلاتفورم. جافا سكريبت لا جي في ام جافا فيرتشوال ماشين. لا 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 كانتربريتر. نعم بالضبط.